يا مساء الفل عليكم واهلا بيكم وحلقه جديده وكله روح رياضيه. حلقه النهارده مختلفه شويه لانها هنتكلم فيها بكل واحد من وجهه نظره وكل واحد شايف الموضوع من وجهه نظره ايه. موضوع النهارده مختلف شويه عن احنا اتكلمنا فيه قبل كده. هو كابتن شريف اللي مشرفني بيقول لي خليها الزمهلاويه وانا بقول له خليها الانتماء والاحتراف. بكل اختصار كل واحد مننا بيلعب في فرقة الجمهور بيشوفه ان لازم يكون في الفرقة دي بيأدي حقك. كل واحد مننا لازم يشوفه ان انت طالما لابس تيشيرت ان كان اهلي او زمالك او اسماعيلي او اتحاد او اي فرقة في الدوري، انا بتكلم عن مصر عامة يعني، لازم تكون انتمائك ليها والولاء والطاعة لكل فرقة موجود فيها. اوكي، حقك انت كجمهور، لكن في المقابل الناحية التانية في لاعب انت ما بتعرفش ظروفه. هل ظروفه تسمح ان هو يبطل كوره؟ هل ظروفه تسمح ان هي لازم يتنقل من نادي لنادي؟ هل ظروفه تسمح ان هو يكمل في الفرقه اللي هو فيها بدون مشاكل وبدون اي شيء؟ حاجات كتيره وكواليس، وكل صفقه من الصفقات اللي تمت اللي اتنقلت من الاهلي للزمالك او من الزمالك للاهلي او من الاهلي لاي فريق تاني او من الزمالك لاي فريق تاني والعكس صحيح، كل صفقه ليها تفصيله تختلف عن التفصيله اللي قبلها. خليني بس ارحب بزميلي اللي كنت يعني ايه سعيد جدا باللقاء معاه من منذ قليل في البرنامج الخاص بيه، وسعيد جدا ان هو موجود معايا في البرنامج بكل روح رياضيه. هو زميل وصديق واخ وكل حاجه، حاجات كتيره قوي 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 مع بعضهم. يا مساء الفل يا كابتن شريف. اهلا يا استاذ محمد، وفرصه سعيده وان شاء الله تبقى حلقه تعجب الجماهير ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. بس قبل ما اخش في موضوع الحلقه، كابتن شريف من الشخصيات اللي في وقت بسيط جدا اسعدني برنامجه واسعدت ان انا انضميت لفريق العمل في البرنامج. البرنامج طالع بسرعه الصاروخ ما شاء الله، نجوم باسم كبير موجوده في برنامج بدون اهداف، مواضيع بتتفتح في برنامج بدون اهداف، بنتكلم مش شرط كوره بس، اتكلمنا في حاجات كتيره في البرنامج وهو قدها، وكل حلقه بيبهرني عن الحلقه اللي قبلها. دي شهاده لازم اقولها له يا كابتن شريف. مساء الفل. انا اعذروني بقول كابتن شريف لان انا متعود ان اقول له كابتن شريف. ماشي. طيب نبدا منين؟ انت ايه رايك الاول اللعيبه اللي بتتنقل من الاهلي للزمالك او من الزمالك للاهلي كمبدا؟ والله انا يعني عندي وجهه نظر في الموضوع ده، ان اللاعب اللي عنده انتماء لفرقه دلوقتي بقى عصر احتراف، مع ان لو حكينا عن الاحتراف هتلاقي اللعيبه اللي بتتنقل من الزمالك الاهلي بتروح غصب عن عين الزمالك. ده طب لا ثواني، خليك تكمل بس. اهو غصب عن عين الزمالك، عندي بس نقطه هنا. ماشي. يعني هناخدهم على سبيل المثال. ماشي. وليس الحصر. ماشي. نادر السيد زملكاوي في اوج شهرته وفي اوج تالقه اتنقل من الزمالك للاهلي. طارق السعيد في عز شهرته ساب الزمالك وراح الاهلي. بس 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 مش قاعده ثابته. لا قاعده ثابته، انا ممكن احسبهم لك واحد واحد. هم هنجيب كتير. بس خلينا نتكلم في المبدا. انت رايك في المبدا الاول، انت مع ان يعني كابتن هشام كان معانا من شويه، كابتن هشام كان بيقول ايه؟ بيقول لا انا مع اللي عمل تاريخ واللي عمل، وانا مع كابتن هشام وانا معاه جدا على فكره، رغم ان كنت يعني ايه واخد الوجه الاخر في الحلقه، بس انا معاه جدا. يبقى احنا بنتكلم في المبدا، لا انت عملت تاريخ في نادي انصحك ما تسيبوش، لان هتلاقي التاريخ ده بيترجم لك بعد كده لحاجات كتيره جدا. لا وحته تانية برضو، يعني حتى لو الظروف شاءت ان هو يروح نادي تاني، يبقى لازم يعني يبقى عنده شويه ذكاء اجتماعي زي ما بيقولوا، يروح نادي مثلا من نوادي، مش هنقول يعني في نوادي مشهوره زي الاسماعيلي زي الاتحاد زي المصري. ده برضو مش هيفقد جماهيريته، زي مثلا اقول لك على حاجه اللي كان في قناه الزمالك امبارح، اسمه بتاع المنصوره ده، عفت نصار، لا بتاع المنصوره هفتكره لك دلوقتي. ده راح لعب في المقاولين العرب، ما فقدش لا مش مشكله. طيب ما فقدش جماهيره في الزمالك، جمهور الزمالك بيحبوا لغايه اللحظه اللي احنا فيها. لكن طارق السعيد مهما انا عارف ان هو زملكاوي، بس هو طارق السعيد مش كان من الناشئين الاهلي؟ كان من الناشئين الاهلي. تمام.
رضا عبد العال فقط 75% من جماهيريته، مع انه دلوقتي بياكد كل حلقه بيجيبها على ان هو زملكاوي، ان هو زملكاوي، ان هو زملكاوي، بس برضو بس اقول لك على حاجه. رضا عبد في اثنين او ثلاثه هتكلم عنهم، ان كان حسام ابراهيم او رضا عبد العال. حسام ابراهيم ما فقدوش جماهيريتهم وشعبيتهم من جماهير النادي الاهلي، يعني جماهير الاهلي بتحبهم حتى الان، الا قله قليله بسيطه ممكن تكون لظروف ثانيه. دول حاله استسلامه. ورضا عبد العال جماهير الزمالك بتحبه جدا وجماهير الاهلي بتحبه جدا. حالتينهم. لا رضا عبد العال انا بقول لك ايه؟ فقط 75 يعني رضا عبد العال كان معشوق جماهير الزمالك. زي شيكابالا. شيكابالا لو نزل وقف في الملعب قعد على الخط مش ايقونه زملكاويه، ايقونه زملكاويه، ايقونه زملكاويه زي حازم امام. يعني انا مش متخيل لحظه من اللحظات ان شيكابالا يلعب في اي فرقه في الا بره مصر، زي ما راح لعب في سبورتنج لشبونه، لكن مش ممكن شيكابالا يلعب للاهلي. تمام، انت بتقول يبقى انت مع المبدا بلاش عشان هتفقد من جماهيريتك اللي موجوده في النادي. طب ما تيجي ناخدهم صوره صوره كده، او شخص شخص. يلا وانت تعلق بقى بالدبلوماسيه بتاعتك. لا انت هتعلق وانا هرد. هتقول يا شباب مين معانا؟ كهرب بدأوا بال لفيتوا الشكلين. كهرب، انا على فكره يا استاذ محمد، انا يعني مش اصل لفظ اكره ده لفظ كبير جدا. تمام ماشي، بس ما كنتش برتاح لكهربا وهو بيلعب في الزمالك. ليه؟ حاسس ان هو يعني بيلعب من غير نفس. ازاي؟ ازاي بيلعب من غير نفس؟ لا لا لا، لو انت لعيب احرز كم هدف في الزمالك؟ احرز كتير. لا شارك في كم بطوله؟ كتير. ثواني بس، ثواني يا استاذ محمد، اصل يعني اللي احنا نقول الكلام على علاته، هو من ساعه ما لعب في الزمالك احرز 11 هدف. ماشي. كهربا ضيع قصادهم كام فرصه مش هقول لك فرصه بقى مؤكده. كهربا لو ما كانش مضى للاهلي كنت هتحسب له الحسبه دي؟ برضو؟ طب مين عنده الحسبه دي غير كهربا بيلعب لحد دلوقتي في الزمالك؟ ناس، والناس كلها هتنتقدني فيه وهحس فيه. هتقولي مصطفى محمد؟ لا لا لا، محمود علاء. محمود علاء. انا استريحت شخصيا، انا بحكي على بصفه شخصيه، ان علي جبر واحمد توفيق مشوا من نادي الزمالك. علي جبر كان شايل الفرقه. بص يا استاذ محمد، دي وجهه نظر. انا من ساعه جون ايفونا بتاع في الزمالك في وسط ثلاثة، وسط أربعة، أحمد توفيق بيجري وراه من ورا، جايبه من نص الملعب جري وراه. أنا مش بس أقول لك على حاجة، ما أنا مش هعاقبهم برضو على مهارات فردية عند لاعب. لا لا، مش مهارات فردية يا أستاذ محمد، في قالب به بتاع ده ستوبر اللي كانوا بيقولوا عليه زمان ستوبر، وفي يعني كان الونش باين، وكان محمود علاء، وكان معرفش مين تاني، واللي جاي يجري وراه من ورا احمد توفيق. احمد توفيق. مفيش حد يعمل معاه فاول ويطرد. مفيش حد هو اقول لك على حاجه، ما هو برضه محدش كان متوقع ان هيمشي المسافه دي كلها ويروح المسافه دي كلها. يبقى انا مش لاعب، يبقى لاعب ما استاهلش العب في الزمالك. هو كان لعيب ذكي. لا يعني انا مش هعاقبه علشان ايفونا كان لعيب ذكي. هل جاب جون تاني بهذا الشكل؟ لا. بس تاخد اتصال. طيب طيب محمد، مساء الفل. فل يا باشا، ازيك يا استاذ محمد؟ اهلا بيك، منور الشاشه طبعا، وحلقه ان شاء الله يعني بدايتها قلق مع الاستاذ شريف الزمالكاوي الجميل. مفيش قلق والله، بس لا طبعا على راسنا الاستاذ شريف، وان شاء الله تبقى حلقه جميله يعني. حبيبي. انا عندي بس تعليق وانا بتفرج على الاستاذ شريف. اتفضل. انا في موضوع انت قال كهربا. تمام. هو كهربا يعني انا من الناس اللعيبه اللي كانت الميديا والجماهير عارفه انتمائه وهو بيلعب في الزمالك. تمام. لعب في الزمالك، جاب بطولات، لعب، كان عصب الزمالك. لا 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 لا, لا, لا. لا طب انا شايفه كان مؤثر في الزمالك. دقيقه طب معاك 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 انا اقعد دقيقه. تمام. كان
كهربا مع احترامي ليك هو النجم بتاع نادي الزمالك، ساهم في بطولة الكونفدرالية بما يعادل 60%، كان هو النجم الأول في نادي الزمالك، وبطولات الموسم اللي حضرتك بناء عليه لعبت البطولات سوبر افريقيا والحاجات دي كان كهربا هو العامل الأساسي فيها. الأهلي خدوا عنده من الزمالك بالطريقة المعتادة طبعا، يسافر بره ويجي يدخل مصر على بوابة الأهلي، ديت مش ان هو يرد انتقادا للزمالك على عبد الله سعيد او حد، انما هو محتاج كهربا، محتاج لعيب دولي، لعيب كبير زي كهربا. النقطه الثانيه، معلش حضرتك بتقول انا ما كنتش متخيل ولا ينفع ان شيكابالا يلعب في نادي ثاني في مصر غير الزمالك. مع احترامي ليك في 2007 2006 مش متذكر شيكابالا طلع على التلفزيون وقال انا ان شاء الله في النادي الاهلي ولبس فنه الاهلي، وقال ان هو مجلس اداره النادي الاهلي خلص معاه وخلاص هو لاعب في النادي الاهلي الموسم ده، بس يعني ما لعبش يا محمد، وده اسطورتك، ده اسطورتك، وقال كذا بس يعني هو ما لعبش وشكر. طيب. ومضى، هو كان ماضي للاهلي. طيب كان في كلام فين وقالها. طيب عندك حاجه تانية؟ هو اللي قالها. عندك حاجه تانية يا استاذ محمد؟ لا، اتمنى لكم الحلقه جميله ان شاء الله. تحياتي ليك، تحياتي ليك، تحياتي ليك. طيب نعلق ولا نكمل؟ اللي يعجبك. نعلق على محمد. أول حاجة موضوع شيكابالا ده يعني مش عايز أقول لفظ كبير، هو زي إيه؟ كيد في حد معين في مجلس إدارة الزمالك. رئيس مجلس الإدارة السابق؟ آه. ماشي. لكن شيكابالا طب محمد صبري بتاع الزمالك، محمد صبري مضى للاهلي ولبس حمزة. جمال حمزه ده جمال حمزه راح كمان وتصور وهو في التدريب، وتصور وهو في التدريب. لا خلونا صوره كهربا يا شباب، لسه ما خلصناش كلام عن كهربا. فموضوع شيكابالا ان هو يمضي لفريق تاني، انا ما زعلتش لما راح لعب في الاسماعيلي، بس المهم ما لعبش في الاهلي يا كابتن. طب ممكن اسال اصلا؟ خلي بالك انت هتسال نفس الاسئله هو جايبها والله، عشان بس المشاهدين على فكره، انا مش مذيع وكابتن شريف مش ضيف، احنا الاثنين طالعين تتناقش كل واحد من وجهه نظره. انا مش يعني الحلقه دي انا مش مذيع، انا ضيف للكابتن شريف، والكابتن شريف مش مذيع هو ضيف بالنسبه لي، بنقوم بالدورين. سؤال، لو كهربا كان مضى في فرقه تانية غير الاهلي كنت هتلف وشك؟ لا طبعا. يبقى المشكله هنا مشكله الاهلي يا ما انت لو خدت الحلقه من اولها انا قلت لك الاهلي ليه اسلوب غريب في استقطاب اللاعبين. طيب ايه هو الاسلوب الغريب نتكلم فيه؟ هو هتقولي كهربا يا شباب، هتقولي سير الكهربا. لو انت حسبت كام لاعب من الاسماعيلي راح الاهلي؟ كتير جدا. اعدهم لك، محمد بركات وعماد النحاس وخالد بيبو ومعوض وسيد معوض وعماد النحاس. وعماد النحاس قلته. مين تاني؟ أربعة حوالي. ورضا سيكا بس ما قعدش كتير. والواد وإسلام الشاطر ادي كده خمسة. مين تاني؟ طب نص فرقة مين تاني؟ طب كان حاضر شريف عبد الفضيل. شريف عبد الفضيل كان جيل جوزيه. بس هنا السياسه هو ما كانش. طب ما احنا هنا السياسه بيقول لك انا عايز جوزيه، جه قال لك انا عايز افضل لعيبه في مصر. طب خلينا نرجع كهربا جاي بناء عن طلبات المدير الفني ولا جاي طلبات عن الاداره؟ ولا ده ولا ده. امال ايه؟ جاي نكايه. يعني احنا لما جينا نمضي مع عبد الله السعيد خلص عقده مع النادي الاهلي، عبد الله السعيد فري. ماشي. عبد الله السعيد راح لغايه نادي الزمالك ومضى عقود. تمام. وخد فلوسه، بيقول لك خدها في شنط ومشي، راح بيع التجمع الخامس. 40 مليون تقريبا. 20 مليون تقريبا. 41 مليون. خدهم عبد الله السعيد. تمام. يعني الزمالك دخل البيت من بابه زي ما بيقولوا. لاعب انتهى عقده فري. راح طواعية، محدش مع زي اسمه ايه عنتر، لما كان جاي الزمالك واتصل عليه في الاهلي قالوا له ما تدخلش النادي ده احنا جايين ناخدك. طيب ناخد الاتصال ده ونكمل. ماشي. رجب مساء الفل. الفل
مساء الفل عليك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. معاك. لا ممكن نوطي صوت التلفزيون واسمعني من التليفون. معايا؟ طب حاول اتصل بينا تاني يا استاذ رجب نكمل. عبد الله السعيد كان فري كان فري كان ليه حق التعاقد معاك كان ليه حق التعاقد معاه بس تحسب خطا على عبد الله السعيد. ليه؟ هو كان مكلم النادي الاهلي ان انا مكمل. لا. ليه؟ لا ما كلمش حد في النادي الاهلي. واحمد فتحي مضى للنادي الزمالك. احمد فتحي ما مضاش. لا عبد الله السعيد اللي مضى. لا مضى. لا ما مضاش. لا مضى. قفل الباب. لا مضى. لا قفل الباب ده هو طلع على كده. لا مضى. والعقد بتاعه اللجنه اللي كان معينها الاخ. طب خليه بس عشان نقفل اللاعب لاعب نكمل كهربا. انت بتقول لي كهربا لو كان مضى في فرقه تانية غير النادي الاهلي ما كنتش هتبقى. انا شخصيا انت لو هتحكي عن رايي انا شخصيا. ايوه انت بتكلم برايك الشخصي. لا انا كان نفسي كهربا يروح الاهلي. طب ما راح الاهلي لفت وشك ليه؟ ما لفتش وشي لان انا معلش اصل انا بقول لك مش هقول في الحلقه دي ان انا اكره حد. ماشي. حاضر. ماشي لكن اللاعب ده انا يعني لعب في الزمالك ما حبيتهوش. يعني انا لو من الاساس هو في الزمالك ما حبيتهوش. ما حبيتهوش انا بص طيب. هو من ناشئين الاهلي. هو من ناشئين الاهلي. وطارق السعيد من ناشئين الاهلي. وطارق السعيد من ناشئين الاهلي بس هو اهلاوي وانت بتقول طارق السعيد زملكاوي. لا طارق السعيد انتمائه للزمالك. لا انتمائه الاساسي للزمالك لكن كان بيلعب في ناشئين الاهلي. كان بيلعب في وبعد كده راح الزمالك. وبعد زي كده كابتن اسمه عبد العزيز عبد الشافي زيزو. انتمائه زملكاوي. زيزو زملكاوي. مصطفى يونس قصدي. مصطفى يونس انتمائه زملكاوي. ده كابتن النادي الاهلي. مصطفى يونس زملكاوي. ده كابتن النادي الاهلي. يا سيدي انا ماليش دعوه ان شاء الله يلعب في الكروم. انا بقول لك انتمائه ايه. لا مش عارف. لا بس كابتن النادي الاهلي. يا واحد انتمائه زملكاوي يبقى كابتن النادي الاهلي. طب ايه المشكله في كده؟ طب ما جمال عبد الحميد زملكاوي. الاهلي. طيب جمال عبد الحميد. نكمل في كهربا. ماشي اكمل انا من وجهه نظري. انا كنت شايف ماشي انا معاك ان كهربا اتاخد ردا عن انا بتكلم كجمهور من النادي الاهلي اتاخد ردا على موضوع عبد الله السعيد. كهربا اضافه كان اضافه لنادي الزمالك اضافه للنادي الاهلي لاعب دولي لاعب من منتخب مصر دوره جاي في النادي الاهلي. الاهلي هيستفيد منه كتير جدا. لعيب كويس بس هو في مشكله صغيره ان بيشغل دماغه بالسوشيال ميديا شويه. طب افتكر القعده دي. حاضر ماشي. كهربا السنه اللي جايه ولا اللي بعدها هيروح يلعب في بلديه المحله. طب هناخدها تصريح. ناخدها تصريح ماشي. عايز تقول حاجه الكهرباء قبل ما نغير؟ لا اقول له ربنا يوفقك. يا ريت تقعد في الاهلي على طول. ربنا يوفقك. اللي بعده يا شباب عصام الحضري. كوبي بيست من كهرباء. ليه؟ اعظم من انجبت مصر في حراسة المرمى عصام الحضري. احمد شوبير. استنى بقى. اعظم من انجبت مصر في حراسة المرمى احمد شوبير. ده اهلاوي. تالت اعظم من انجبت مصر في حراسة المرمى احمد شوبير. مع يعني برضو مش استنى بس. استنى بس. يعني عصام الحضري واخد كام بطولة افريقية؟ لعب كاس عالم. بص يا استاذ محمد. بص يا استاذ كاس عالم وشوبير لعب كاس عالم وخد بطولات افريقيه. لا بص يا استاذ بس عصام الحضري البطولات اللي خدها والامكانيات اللي عملها والوقت اللي قعده في الملاعب اكتر من شوبير. يا سيدي ممكن شوبير يكون لعب ماتش واحد. انا بحكي على مستوى. وعصام الحضري كان وراه قدامه اربع مدافعين لو سابوا المرمى فاضي خالص ما كانش مصر دخلت فيها جوان. من عصام الحضري ولا من شوبير؟ من شوبير. من عصام الحضري. بقول لك كان قدامه خط ظهر من اقوى خطوط الظهر على مستوى التاريخ في مصر. وائل جمعه عماد النحاس احمد فتحي وكان في بعض الاحيان مدحت عبد الهادي بشير التاب. يعني ناس اسامي مسمعه. طيب ناخد الاتصال. ماشي اتفضل. مساء الفل مين معانا يا شباب؟ احمد سامح. ازيك يا استاذ حالك؟ الحمد لله مساء الفل عليك. مساء الفل. انت حضرتك منور جدا وانا
بحب حضرتك قوي، لان بنستفيد من حلقاتك يعني. ربنا يخليك، تسلم، ربنا يخليك يا استاذ سامح، ربنا بس يخليك. بس عايز اقول للاستاذ اللي معاك يهدي اللعب شويه على الاهلاويه. على فكره يعني ده هادي خالص، ده بقول لك احسن حارس مرمى جه على تاريخ مصر في حالها احمد شوبير، الراجل هو مهدي اللعب خالص. يعني الحضر دوت اسطوره مصريه يعني، واحنا كلنا بنحب الحضر رغم ان هو سابنا، بس احنا بنحب الحضر. انت كده اهلاوي، انت كده اهلاوي يا سامح، انت كده اهلاوي. طب يا استاذ سامح، انت قلت دلوقتي بتحب الحضري. ايوه. انا اعترضت عليك؟ لا ماشي، بس انت بتقول الحضري مصر اسطوره. لا، من وجهه نظري انا بحكي، من وجهه إيه؟ هو بيتكلم من وجهه نظره وده حقه. لا ماشي، هو حق حضرتك، بس الحضري فرح مصر كتير، وجنبه ابن المنتخب وجنب صد البلنتيات. مش هو يا كابتن سامح، مش هو لوحده، كان في منتخب مصر مجموعه لعيبه، يعني بقول لحضرتك كان قدامه خط دفاع لو سابوا الجون فاضي كان مش هيدخل في مصر جوان. طيب خليني اسالك سؤال انت يا استاذ سامح. اتفضل. انت ايه رايك في موضوع الحلقه اللي هي الانتماء والاحتراف والزمهلاويه زي ما كابتن شريف بيقول؟ ايه رايك في الانتقال اللعيبه ما بين الاهلي والزمالك والزمالك والاهلي من وجهه نظرك؟ هو صلى على النبي، هو الوقت اللعيب عايز يروح الاهلي يروح، دي حريه شخصيه، دي حريه شخصيه. كهربا ما ارتاحش في الزمالك، اجى الاهلي، احنا نحطه على عينه وعلى عينينا وعلى راسنا. هو الراجل عايز يجي الاهلي، هو ابن الاهلي ورجع الاهلي. طب ده كل كلمه بيقولها عايز عليها رد. طب رد. يعني ايه ما ارتحتش في الزمالك؟ خليك معانا. ما ارتحتش في الزمالك ليه يا استاذ سامح؟ سامح معايا؟ ايوه معاك يا استاذ. ما ارتحتش في الزمالك، ما ارتحتش في الزمالك ليه؟ بيقول لك كهربا ما ارتحش في الزمالك، هتقول له سر الكهربا. ما ارتحش في الزمالك ليه؟ من وجهه نظرك كهربا ما ارتحش في الزمالك ليه؟ والله العظيم ما اعرفش، انا عن نفسي ما اعرفش، بس هو الراجل عايز يلعب في الاهلي. بس معلش يا سامح، طالما ما تعرفش ما تقيمش يعني، معلش خليك معايا بقى، طالما ما تعرفش ما تقيمش. لكن هو ممكن يكون هو عايز يلعب في احد القطبين، بس هو عايز يروح الاهلي. مش رغبته. لا مش رغبته. لا يعني في لعيب هيلعب من غير بدون رغبته؟ لا. طب يا سامح، كهربا راح الزمالك ولا الاهلي؟ مش رغبته اللعب في الاهلي. كهربا مش رغبته اللعب في الاهلي؟ راح الاهلي برغبته. لا 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 لا. ازاي؟ لا. يعني واحد مش برغبته يا كابتن شريف هيروح ترانزيت بره ويقعد بره ويغامر بمستقبله ويغامر بالكلام ده كله ويفسخ عقده بطريقه ما علشان يروح النادي الاهلي بدون رغبته؟ لا مش معقول. لا. طيب خلاص مش معقول. مش معاه. ماشي، عايز ترد على سامح في حاجه ثانيه؟ لا لا. مش معقول، مش معقول ان كهربا. خلاص يا سيدي مش معقول، مش مشكلة. مش ماشي يا استاذ سامح، وصلت الرسالة. عندك حاجة تانية يا استاذ سامح عايز تقولها؟ ماشي، تحياتي ليك، شكرا ليك. لا استنى بس، هتقولي كهربا يا شباب، ازاي كهربا يعمل ده كله، يسيب النادي الزمالك ويروح يلعب في فريق بره وعقده شغال مع نادي الزمالك ويفسخه بطريقة ما علشان ما تفسخش؟ على فكرة ما تفسخش العقد حتى لما تفسخش. يعني الفيفا ما وفي البطاقه الدوليه دي ايه؟ ما اقصدش ان اتفسخ، بس قدر يلعب في النادي الاهلي ببطاقه وراح لعب ولعب بره في البرتغال بيني او في حاجه. طيب يبقى ازاي بطاقه دوليه مؤقته؟ ماشي، ازاي ده وبدون رغبته؟ ما انا لو انت فاكر اول الحلقه قلت لك الاهلي بيعمل حاجات احنا. خليني في رغبته او بدون رغبته. انا سؤال، انا هلف اللفه لو انا هروح الاهلي بدون رغبتي، هلف اللفه دي كلها ليه عشان اروح الاهلي؟ زي ما رضا عبد العال راح الاهلي. طيب بقول لك كده حلوه. لا والله انا على فكره حزين على الفتره اللي ارتدى فيها في لنت الزمان. بالعكس والله، انا والله العظيم حزين على الفتره اللي ارتدى. هقول لك على حاجه، اقول لك على حاجه، انا مش اهلاوي، وهو كان بيلعب في الزمالك. انا كنت عايزه يجي الاهلي. يا استاذ محمد على فكره ما يبقاش ذاكرتك ذاكره سمك. ليه؟ كهربا ضايع من الزمالك كام ماتش؟ لا ما انت ما قلتوش الكلام ده، ما قلتوش الكلام. قلناه على فكره، مش معنى ان 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 الزمالك كان بيكسب ومحدش بيتكلم، لكن انا كنت بتكلم. علي جبر، بلاش انا علي جبر في بيراميدز دلوقتي. لا انا بقول لك علي جبر ما بيقولوا كسب الزمالك وكان صخره الدفاع،
لكن انا من وجهه نظر الشخصيه سبب كان كرولي ماسك الزمالك في فتره تمام. انا كنت يعني مش بقول لك بكره كنت مش معجب باثنين في الزمالك، سامي الشيشيني ونادر السيد. استنى بس ثواني اسمعني. ماشي. فوجئت بتصريح لكرولي في الصحف بيقول لك سبب نكسة الزمالك في الوقت الحالي سامي الشيشيني ونادر السيد. في نفس السنة الأهلي خد نادر السيد. الأهلي خد نادر السيد عشان مباراة المصري. لا راح المصري قالوا بقى. أيوة ما هو الأهلي جاب نادر السيد بعد مباراة المصري اللي كان بيلعب فيها لوحده قدام فرقة الأهلي كلها. بعديها عمل إيه في الأهلي؟ كان احتياطي لعب شويه وبعد كده ولعب بطوله افريقيا تقريبا. لا بطوله هو راح بعد بطوله افريقيا. راح بعد بطوله افريقيا لعب في الاهلي شويه وبعد كده بقى احتياطي ماتشات متقطعه. طيب ايه اللي استفادوا بقى من 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 رايح جاي دي؟ طيب نرجع تاني الكهرباء. هيجي نادر السيد وهيجي غيره. لا طب نقفل الكهرباء. نصيحه ليه؟ ايه نصيحه ليه؟ استمر في النادي الاهلي. ده لمصلحته ولا لمصلحتك ولا لمصلحة النادي الأهلي؟ لمصلحة الزمالك. لمصلحة الزمالك استمر في النادي الأهلي. استمر في النادي الأهلي. طب نفتكر القعدة دي. ماشي. هو كهربا من ساعة ما راح الأهلي السوبر كان في الزمالك، خسر الزمالك بضربة جزاء ضيعها. طب ما عادي جدا احنا نقدر. ثواني. استنى بس. لا ثواني. راح الأهلي. راح الاهلي خسر السوبر. استنى بس اصل انا لو احسب ان الكهرباء ضربه الجزاء اللي ضيعها في ماتش السوبر وهو كان بيلعب مع الزمالك هي اللي خلت الاهلي ياخد البطوله. يبقى بالتالي انا بقول محمد هاني هو اللي اداكوا الكاس السوبر الاخير. ما مش بالكاس، اصل ضربه جزاء 50% 70% تخش جون 30% تخرج بره. يا سيدي نفس الماتش بنفس الظروف. طيب اخد فوزي. مين فوزي؟ يا فوزي مساء الفل. السلام عليكم. زملكاوي ولا اهلاوي يا فوزي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلاوي طبعا. اهلاوي ان شاء الله. ما انا بقول اهلاوي طبعا. معاك يا فوزي. انت فل يا استاذ محمد والله منورين والله يدينا الحل. الله يخليك. انت منين يا فوزي الاول؟ انا من البحيره. من البحيره احسن ناس. ربنا يخليك. اللقاء ممتع جدا وحلو جدا والزمالك ولا اهلي كده كده احنا مصريين ويعني انت تعديت من الاستاذ محمد ولا ايه يا فوز؟ بس هيقول لك يا فوز دلوقتي ده رد دبلوماسي. اهلا وزمالك مصريين. انا واحد اهلاوي كنت واقف مع الزمالك في البطوله بتاعتها وكنت فرحان. انا كنت بشجعهم في ان الزمالك قدمت حاجه تشرف بالوضع ده، شرفت مصر بحالها حقيقي. وكل الشجار ده المهم ان احنا نطلع منتخب كويس. انا راجل حقيقي. والله بسمع للزمالك ماتشاتها كلها ومتابع لها ماتشاتها كلها وفيها لعيبه محترمه جدا. ومش معنى ان انا بكره الزمالك وبنبقى عليها. والله يا استاذ فوزي انت حرقت الهدف من الحلقه. لا مش يعني كل اللي عايز نوصل له ان احنا ايوه انا بقول لك انت حرقت الهدف من الحلقه ان احنا على فكره يا استاذ محمد ده كلام بيتقال على التلفزيون بس. لا والله انا بتكلم والله ابدا يعني بروحي. طب على فكره بقول نفس الكلام. انا مش بره معاك بقول نفس الكلام. انا بقول لك سيبك ان انا واخد الوجه والوجه الاخر وانت واخد الوجه والوجه الاخر. انا كنت فرحان. لا انا واخد وجه واحد. انت واخد وجه واحد من مصر بلدي. معاك يا استاذ فوزي. عادي معلش احنا طلاب في كليه في مدرسه بنقعد مثلا غير من بعض بس في الاول وفي الاخر بنوصل لهدف. بيطلع منه دكتور بيطلع منه مهندس بيطلع وهكذا. نفس الحوار في الرياضه. صح والله احييك. صح ولا غلط؟ صح. ان احنا مثلا نقعد مثلا لازم نكون لو ما فيش مثلا ان احنا مثلا نتحدى بعض مش هيطلع مننا بطولات. لا والله يا استاذ انت تيجي تقعد هنا مننا مهندسين مش هيطلع ليه؟ ما فيش تحدي. انما لازم نكون في تحدي في ولاء لفريق معين ماشي. انما في الاخر احنا بنرجع مصريين بطولاتنا وكده وكده. الزمالك انا اما كهربا جه انا كنت بحب كهربا في الزمالك بحب لعيبه في الزمالك. مش معنى كده ان انا اهلاوي ان انا بكره الزمالك او بكره لعيبه. لا ما في شخصيات محترمه بتنحب في زمالك في اهلي في محله في مجاولين في اسماعيلي في مصري زي المدربين. انت عمرك ما هتحب حد مثلا بشخصيته الشخصيه. طيب بالدبلوماسيه على راي الكابتن شريف اقول لك انت دبلوماسي في ردك بس لكن احييك طبعا. انا عارف ان الكلام طالع من القلب مش كلام تلفزيون لان كتير جدا كده ان كان من الاهلي او من الزمالك او من اي فرقه في مصر
انت ايه رايك في الموضوع من الاساس، انتقال لعيبه من الاهلي للزمالك وانتقال لعيبه من الزمالك للاهلي، شايفها احتراف ولا شايفها انتماء؟ احتراف ولا شايفها؟ والله احنا كل اللي بنشوفه مستر صالح هنا عندنا عليه الصلاه والسلام معايا. طب احنا بنشوف بصوره واللاعب بيشوف بصوره ثانيه. لا انا بكلمك انت كجمهور، انت شايفها احتراف ولا لازم يكون في انتماء بالنسبه انتقال لعيب من الاهلي للزمالك او من الزمالك للاهلي؟ لا هي بترجع لراحه اللاعب، هو اللاعب صلب. لا انا بكلمك انا عايزك انت كجمهور، عايزك انت كجمهور، انت مؤيد وجهه نظرك انت مؤيد الاحتراف ولا تؤيد الانتماء؟ في الاهلي وتنيجي للزمالك انا ببقى زعلان ان هو راح الزمالك، انا ما اكذبش. تمام، كحب للاعب. يبقى انت انت يبقى انت اشوفه في الاهلي، يبقى حضرتك بتايد الانتماء اكتر من الاحتراف؟ اكيد طبعا، بس الاحتراف برضو ما بيرجع ليا برضو في الاخر. النهارده لو اللاعب احترف من الزمالك او اللاعب احترف من الاهلي، تمام، كده كده هيرد المنتخب، هيرد البلدي. صح، احييك يا فوزي وتحياتي ليك وشكرا للكلام الجميل الرائع. ناخد محمد. محمد مساء الفل. السلام عليكم. عليكم السلام. يا ريتني بس نعلي الصوت شويه هنا يا شباب. معاك محمد من مني حضرتك. استاذ محمد ازاي حضرتك؟ اهلاوي طبعا يا استاذ محمد. طبعا اهلاوي. لا يا شباب عايزين مكالمات زملكاويه يا شباب بس عشان نبقى. طيب معاك يا استاذ محمد. محمد معاك يا غالي. لا انا احيي الاحتراف حضرتك مش الانتماء. يعني انت رايح للاحتراف، انت يعني انت مش فارق معاك لعيب من الزمالك يروح الاهلي او لعيب من الاهلي يروح الزمالك؟ لا لا، عندنا مثال حسام حسن. طب هسألك سؤال تاني. كنا بنحب حسام حسن في الاهلي بنحبه، بالزمالك بنحبه. ماشي طيب هقول لك على حاجه. طب دلوقتي مثلا لاعب من من الاهلي راح الزمالك او من الزمالك راح الاهلي، لا اعتزل. لا 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 ايه صعب من الاهلي يروح الزمالك؟ صعب. لا انا بكلمه في مبدأه. لا ما احنا لما نحط مبدا نحط مبدا. لا انا بكلمه في مبدا الاحتراف. ثواني بس، لما نحط مبدا نحط مبدا يعني ممكن التحقيق. يعني صعب ان لعيب من الاهلي يروح الزمالك؟ مستحيل. ليه يا عم؟ ما بقول لك بيتكلموا مع حسام عاشور وده، ما انتوا جبتوا عبد الله السعيد وما كملش. ثواني، في ظل وجود تركي آل شيخ. ايه اللي جابه في الموضوع ده؟ ما احنا بنتكلم بصراحه ولا هنعمل دبلوماسيه زي حالاتك؟ طيب اخلص محمد. طيب محمد معاك سؤالي. بقول لك في حته بتاع حسام الحضري. نعلي صوت يا شباب، نعلي صوت هنا شويه. حسام عصام الحضري حضرتك. تمام. افضل حارس على مر التاريخ لمصر، بنقول شوبير. شوبير معلش يعني ما يتقارنش، مفيش حد يتقارن بعصام الحضري، حتى الشناوي مستواه عالي جدا ما يتقارنش بعصام الحضري. عصام الحضري فضل مستواه مستمر حوالي 10 احسن من 10 سنين، مستوى تاني، كان احسن حارس في افريقيا 10 سنين. يبقى مفيش حد يتقارن بيه خالص. تمام. بالنسبه لتاني الاحتراف، عندنا حسام حسن مثال للاحتراف في الاهلي والزمالك. حسام حسن راح الزمالك في عند سنه كبير واثبت ان هو على جدار ان هو يلعب، ودي حاجه منافسه الاحتراف بصراحه، يعني حاجه ممتازه بصرف النظر عن الانتماء. انتماء للنادي بيلعب فيه، يعني في الاهلي كويس يلعب في الاهلي، في الزمالك الفانيلا نلبسها والمرتب اللي يطلع من النادي ده هو ده الولاء والانتماء. لكن مش بالنسبه للاهلي، انا اهلاوي مفيش مشاكل ان كان احمد فتحي يروح الزمالك، مفيش مشكله. الاهلي مش عايز يجدد المبلغ اللي عايزه، ايه ليه ما كنتش عايش في اي نادي ثاني؟ يعني مصيبه خالص. محمد هاني يطلع ممكن باذن الله يبقى كويس، مفيش اي مشاكل خالص ان اللعيب يروح لنادي انت النادي. انت زي ما انت قلت اول كلمه كده، انا مع الاحتراف مش فارق. تمام، مع الاحتراف. احييك يا والولاء محمد. بيجي حضرتك يا استاذ محمد بيجي بالنادي اللي بيلعب فيه، مش شرط اهلي او زمالك. احييك وزت وجهه نظرك. احمد مساء الفل. استاذ احمد يا باشا مساء الفل عليك يا باشا. لا ممكن نوطي صوت التلفزيون واسمعني من التليفون. استاذ احمد يا باشا سامعني؟ يا باشا. طب ممكن نوطي صوت التلفزيون خالص واسمعني من التليفون عشان نعرف نتكلم. ماشي يا باشا. انا زملكاوي جدا جدا جدا. ماشي. اخيرا اهلا بيك. والله عجبني الحوار اللي داير ده والله. الله يخليك تسلم. طيب انت مع الانتماء ولا مع الاحتراف؟ لا انا مع الانتماء. مع الانتماء. طيب. اسمع بقى كلام جمهور على رأي. طب خلينا بس ناخد فكره. اسمع جمهور الزمالك. انا واحد زملكاوي وانا شغال حلاق. طيب. وبيجي عندي زباين وبتاع واهلاويه وزملكاويه اكتريه الناس اللي بشوفهم ان هم بيفهموا كوره صح زملكاويه.
انا مش معاك في دي، بس ماشي، ده وجهة نظرك الشخصيه. لا، اللي انا بشوفه واللي انا بحسه الزبائن اللي بتجيلي يعني. ماشي، دي وجهة نظرك الشخصيه، ماشي. فاللي انا شايفه في موضوع كهربا ده، كهربا لاعب حريف، ماشي تمام. فانا زعلت ان هو مشي من الزمالك، تمام. فبس فرحت ان هو راح الاهلي عشان يعمل مشاكل. يبقى انت وجهه نظرك زي وجهه نظرك يا استاذ شريف. استاذ محمد، استاذ احمد، احنا استفدنا ايه من حرفنته يا استاذ احمد؟ والله هو ضيع بطولات من الزمالك، وضيع اجوان كتير، وضيع بوظ الدنيا خالص في الزمالك. الله ينور عليك. يبقى جه الزمالك عشان يبوظ الدنيا. وواحد زي احمد الشناوي ضيع بطولات من الزمالك، ضيع بطولات كتيره، مع ان بيقول لك حارس والحارس الاول. يا استاذ احمد، ايوه يا باشا، هو انتوا ليه عندكم نظريه المؤامره؟ فين مؤامره؟ احنا بس لو واحد ضيع ضربه جزاء يبقى ضيع منه بطوله. مش يا عم، احنا مش على ضربه الجزاء. بس بالراحه، بس بالراحه والله، بهدوء كده. امال على ايه؟ ما بقول لك ده، ما هي دي البطوله اللي ضيعها كهربا. هو كهربا لعب في الزمالك. الاهلي ليه ما عملش ده كله؟ ثواني بس، الاهلي ليه ما عملش ده كله لما ضيع هدفين في هدف في السودان؟ ما يضيعش كهربا، ضيعه في بطوله افريقيا. الله ينور عليك. ليه الاهلي ما قامش وقال وقال لك لا ده كهربا ومش كهربا هو اللي ضيع، وقاصد ومش قاصد؟ لا مش قاصد، انا ما بقولش مش قاصد في الزمالك، هو ده مستواه. طيب، ما عندك اي حاجه ثانيه يا استاذ احمد؟ احييك يا استاذ احمد. ناخد استاذ فضل. استاذ فضل، مساء الفل. استاذ فضل، يا ريت تعود الاتصال تاني، انا اسف على التاخير يا استاذ فضل، وتحياتي ليك وتحياتي لكل اهل مطروح. سؤال، احنا طب احنا خلصنا كهرباء بس عشان نجيب اللي بعده؟ خلص. مين معانا تاني يا شباب؟ احمد ياسر محمد. لا، ده على فكره من الناس المحترمه اللي احبه جدا جدا جدا. طيب بص، هو انا بحبه. وما كانش محظوظ مع الاهلي. ومن اللعيبه، انا بقى هو اهلي، ومن اللعيبه اللي اتظلمت في الاهلي. واول ما راح الزمالك حتى في اكتر من 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 مباراه، اول الاهلي ينزل مغلوب 1-0. الاهلي ينزل مغلوب 1-0 في اول دقيقه، في اول دقيقتين يكون هو سبب في هدف، ان كان اداها لاحمد جعفر او هو يحط هدف ويقدم الموضوع. بس انا شايفه انتقاله للزمالك كان احتراف، وبتهيألي اصلا انتقاله ما بين الاهلي والزمالك ما كانش فيه اي مشكله خالص. لا، كان في مشكله. كان في مشكله؟ طب ايه المشكله؟ كان الاهلي خلاص مش عايزه، بس ما رضيش يجدد له. هو كان عايز يجدد في الاهلي. طب هو اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي. اهلاوي وما زال اهلاوي. وما زال ده، هو في حد بيغير انتماءاته كل ما يروح مكانه؟ ما في، اصل انت بتقول لي كابتن مصطفى يونس كابتن النادي الاهلي زملكاوي، بس اخد شريف. خد شريف. شريف، مساء الفل. مساء الفل يا فندم. مساء الفل عليك. مساء الفل يا فندم. مساء الفل عليك. لا، اسمعني من التليفون ووطي التلفزيون خالص ومعاك. انا مع الانتماء طبعا يا فندم. انت مع الانتماء، يبقى زملكاوي انت يا كابتن. لا، اهلاوي. والاهلاوي صوتك مع الانتماء. طيب، مع الانتماء طبعا. طيب، يعني انت رافض انتقال اي لاعب من مثلا من الاهلي للزمالك او من الزمالك للاهلي؟ رفض تام يا فندم. رفض تام. طب من وجهه نظرك انت، من وجهه نظرك انت، اللاعب اللي بيلعب في الزمالك وراح الاهلي، او بيلعب في الاهلي وراح الزمالك وخلاص راح، زي مثلا قدامنا صورة حسين ياسر محمد، هو بالنسبة له هو بيلعب في الاهلي هيبقى رمز. لإيه؟ بالنسبة لي طول ما بيلعب في الاهلي رمز وانتماء ومتمسك بالاهلي، هيبقى بالنسبة لي رمز وحاجة كبيرة جوه. لو راح للنادي المنافس، لو شفته في الشارع هضيع وشه مش هكلمه. أنت متعصب قوي يا أستاذ شريف. لا، ما هو دي الصح، أنا متعصب لناديه، أنا بحب ناديه. ماشي، بس عادي جدا، ما ممكن مثلا ظروف ما ادت لان هو ما يقدرش يكمل، والراجل عايز يلعب كوره. هو عايز يلعب كوره بس بيدور على مصلحته الشخصيه، ما بيدورش على حب الجماهير. طب اللي خليك اقول لك على حاجه، خليك انت مكانه، بتلعب كوره، قدامك فرصه تكمل، الفريق مش محتاجك في المركز اللي انت بتلعب فيه، هو عايز يجدد للنادي، النادي رافضه، فمن حقه هنا ينتقل ولا يعتزل؟ لا، من حقه يعتزل. ولا ينتقل لنادي اخر غير المنافس؟ انت كده بتبيع حب الجماهير، سنين العشق للجماهير اللي اديتها لك دي كلها بتبيعها. طيب، على النادي.
لو هو لسه صغير في السن 25 سنه ولا 26 سنه يبطل كوره 25 سنه او 26 سنه؟ لا هو لو الموضوع كده ما يبطلش، بس ما يروحش للمنافس بتاعي عشان ما يخسرش جماهيريات. ايوه طبعا. ماشي، وصلت وجهه نظرك. اهو انتماء واهلي، بس نفس وجهه النظر عندك انت، بتقول لي ما يتنقلش، ما يروحش الاهلي. ما يروحش الاهلي، وجهه نظر. بقول لك لا ما يروحش الزمالك واهلاوي. طيب احمد، مساء الفل. مساء الخير يا فندم. مساء النور. ممكن نعلي صوت شويه بس؟ انا بقول بس لحضرتك استاذ محمد، استاذ شريف متعصب بالزمالك. لا هو مش متعصب، هو بيحب نادي الزمالك على فكره. هو مش متعصب، هو بيحب نادي الزمالك بس. ما هو بيحب الزمالك على عينه واسمه، احنا بنحب الاهلي زيه. طب انت بتحكي انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ طيب انا اهلاوي. اهلاوي. انت متعصب ولا مش متعصب؟ ما هو احنا العصبيه اللي جت لنا احنا ديت من عصبيه الزملكاويه، خلي بالك. طب ما الزملكاويه بيقولوا العصبيه جت من الاهلاويه. يعني انا لما اجي يا فندم، معلش زي بعض، وللاسف كلام الزملكاويه هو ومحفوظ. طب ما هم بيقولوا لك برضه كلام الاهلاويه هو ومحفوظ. طب ماشي، خليني اسالك سؤال، انت مع الانتماء ولا مع الاحتراف؟ انا مع الانتماء. مع الانتماء، يعني انت رافض اي لاعب من الاهلي يروح الزمالك؟ ده هو لو راح هيندم على غلطه عمره. الله اعلم، ما هو ممكن الناس برضه الزملكاويه على الوجه الاخر بيقول لك لو زملكاوي وراح الاهلي هيندم ندم عمره. على سبيل المثال مثلا الاهلي راح الزمالك ونجح. احمد يا استاذ احمد، اتفضل يا فندم. تعالى كده في دقيقه نحسبهم، مين من الزمالك راح الاهلي؟ امثله. طب قول امثله من عندك انت. قول على سبيل المثال مثلا الكهرباء بتقنعني. لا سيبك من كهرباء، لا هات تاني، قول تاني. زمالك راح الاهلي، طارق السعيد. طيب يعني طارق السعيد مستواه في الاهلي كان زي مستواه في الزمالك؟ ده لعب كاس العالم للانديه. ماشي، ما اختلفناش. عشان الاهلي راح لعب كاس العالم للانديه، ده امال يعني الاهلي هيلعبه؟ لو مستواه وحش ما كانش حلو ما كانش هيلعبه. طب ما صبره راح لعب كاس العالم للانديه يا استاذ محمد. ما كانش لعبه. انت بس يا كابتن شريف بالراحه بس. طيب اينو، انا هغششك يا احمد معلش. اينو ماله؟ اينو معتز. اينو ماله؟ اينو اتنقل من الزمالك للاهلي وادى في الاهلي وراح لعب في كفر الدوار. مستناني. انت ليه عايز تضحكني؟ والله العظيم لعب درجه رابعه اهو. اينو بس حط اضرب لي امثله الزملكاوي راح الاهلي ونجح. ولا زملكاوي راح نادي الاهلي ونجح. قال لما منظومه الاهلي بتنجح. اصل هو بقول لك، بص، مستوى طارق السعيد في الزمالك كان هو وطارق السيد احسن اثنين بيلعبوا قدام بعض على مدار يمكن 15 20 سنه. وشمال اصلا راح الاهلي. معلش، اصل في فرق ان انت تبقى نجم النجوم في الزمالك وتروح الاهلي. انت لاعب الاهلي. انت معاه استاذ احمد؟ معانا معاك. طيب معاك تاني بس عشان هنعلق انت بعد ما حركت. انا لا، بس الفكره في الاتي، انا بقول له بس انه هو لما راح الاهلي، انا من رايي الخاص ليه تخلينا ما كانش يحلم بيها. فالانبهار بتاعه سبب ممكن يكون عدم نجاح. بس لانك انت بتقول حضرتك من كلام حضرتك يا شريف، انت بتقول انه هو في الزمالك مكسر الدنيا، لان في الزمالك وللاسف ما فيش حرفه. ما فيش اه لعيبه مش حريفه ولاعيبه بنجيب على لعيبه كسر و... لا ما بقولش كده. طب عندك اي حاجه ثانيه يا استاذ احمد؟ اعتبرني بقول كده. طيب ما انا من غير ما اعتبر يا استاذ احمد. عندك اي سؤال ثاني؟ تحياتي ليك. معانا حد ثاني يا شباب؟ مين؟ محمد مساء الفل. شكرا محمد، انا اسف ان اتاخرت عليك. طيب وليد مساء الفل. مساء الفل يا استاذ. مساء الفل عليك. مساء الفل عليكم. الله. اهلاوي ولا زملكاوي؟ ان شاء الله باذن فضل الله باذن واحد احد. أيوة. اهلاوي. اهلاوي. وانا مبسوط ان اتواصلت معاكم على البرنامج. الله يخليك، انت منورنا. هو برنامج حماسي بس الاستاذ اللي معاك متعصب. لا هو بس بيحب نادي الزمالك لكن هو مش متعصب. مش هيحب ده على فكره. على فكره الزمالك اكتر من مين؟ اقول لك على حاجه على فكره احنا اصحاب جدا. اسمعني حضرتك معاك. ما يحب. اسمعني حضرتك استاذ محمد. ايه؟ اسمعني حضرتك معاك. هو مش متعصب للزمالك اكتر من متعصب للاهلي.
ماشي، تتوقع ان الزمالك بيلعب في اي فريق بره انا بشجع الفريق الخصم؟ لا انا مش معاك في دي. لا معايا. لا مش معاك في دي. وبعدين الاستاذ بقول، الاستاذ بقول حضرتك سامعني حضرتك؟ معاك سامعك. سامعك. بقول مفيش حد من الزمالك راح الاهلي ونجح. ماشي. شوف طارق السعيد لعب كاس عالم للانديه. طب ممكن نوطي صوت التلفزيون بس شويه؟ برضو ايوه معاك انا. معاك. استاذ محمد. معاك. طارق السعيد قعد كم سنه في الزمالك؟ قعد حوالي 8 سنين. 11 سنه. اخذ كم بطوله؟ لا ما بتتحسبش كده بقى، ما بتحسبش كده، ما احنا مش هنشيل اللاعب هو اللي خد بطولات ولا ما خدش بطولات. في سنتين في الاهلي يا استاذ محمد. ما انا لو همشي بنفس المقياس ده، لا لا اصل انا مش متعصب، بس استناني. لو همشي بالمقياس ده يا استاذ وليد يبقى كده هقول لهم اللي جاب لكم الدوري حسام ابراهيم. الاستاذ اللي معاك لا انا بعرفه تاريخ الزملكاويه يا استاذ. والله عارف، انا راجل عمي. والله عارف استاذ زملكاوي فعارفه. انا راجل عمي بس انا احكي له بقى على تاريخ الزمالك. لا ما تحكيليش انا عارف. لا 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 انا انا اسالك سؤال واحد، انت مع الانتماء ولا مع الاحتراف؟ انا مع الانتماء. يعني انت ضد اي لاعب يروح من الزمالك للاهلي او من الاهلي للزمالك؟ ما ينفعش اقرا. شوف طب اسالك بعصبيتك 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 دي اللي انا اللي احنا عايزين نرفضها في الـ في الـ في, الـ في الجماهير. خليني بس زوليد زوليد. لو لعيب من الزمالك بقى هيجي الاهلي طالما انت مع الانتماء اترحب بيه ولا هترفض؟ عصام الحضري منين؟ عصام الحضري من دمياط. من الاهلي. انا ماسك تاريخه من حياتي. طب خليني بس اجاوبني على السؤال يا استاذ وليد. اتفضل. لو لعيب من الزمالك دلوقتي عايز يروح الاهلي هتوافق ولا هترفض؟ لو اجى الاهلي هيفيد الاهلي. ماشي. يعني لو يعني انت موافق على الاحتراف لو اللعيبه هتيجي من الزمالك، لكن انت موافق على الانتماء لو اللعيبه هتتنقل من الاهلي. عنصريه. عنصريه. جنب الاخر. حبيبي يا استاذ وليد. حبيبي تحياتي ليك. معانا مين تاني؟ محمد مساء الفل. مساء الفل عليك. المكالمات مش مبطله. اهلاوي ولا زملكاوي يا استاذ محمد؟ اهلاوي. اهلاوي يا استاذ محمد. اهلاوي. مع الانتماء ولا مع الاحتراف؟ مع الاحتراف طبعا. افهمك حاجه يا استاذ محمد. اتفضل. بيقول الانتماء دوت ما جربش ضغوط النادي نفسه، مثلا من مدرب جه مثلا ما لعبوش حضرتك، فمعلش يعني ما خدش حقه في النادي. لازم يلعب، عايز يلعب مش عايز يتركل طبعا. طب ممكن يروح الاهلي والزمالك او من الزمالك الاهلي، مفيش مشكله. يعني انت مش فارق معاك. طب طيب انت مع الاحتراف لو طبعاً. اللعيب لعيب مثلا في 20 سنه ولا 25 سنه ايا كان بيلعب في نادي الزمالك او بيلعب في نادي الاهلي ايا كان الفرق، واحييك ان انت مع الاحتراف برضو كل واحد يحيي على وجهه نظره اللي بيحبها. ما بيلعبش في الفرقه اللي هو فيها ان كانت اهلي او زمالك فحب يحترف. انت شايف بقى من وجهه نظرك الهاديه الجميله دي، انا مش شايفك متعصب، يتنقل للفريق المنافس ولا الافضل له يتنقل لفريق تاني غير المنافس؟ حضرتك يا استاذ محمد انا لاعب كوره، لعبت في نادي المنيا حضرتك، ولعبت في كذا نادي قبلي عندنا في الصعيد ما شاء الله. برضه يعني عارف ضغوط الجهاز الفني، ضغوط اللعيبه، ضغوط الماديات، فبيشوف الافضل منه ماديا ونادي كويس. يعني الواحد معلش يعني نادي الزمالك هو اهلاوي، نادي الزمالك عايزه، وفي نادي مثلا طنطا مثلا عايزه، الافضل يلعب في طنطا ولا في الزمالك بالعقل كده يعني. لا بس يعني ممكن يكون مثلا نادي الزمالك عايزه، نادي الاسماعيلي عايزه. ممكن يكون نادي الزمالك نادي الاهلي عايزه، ونادي مثلا بيراميدز عايزه. تمام. حاليا الزمالك والاسماعيلي الافضل. الزمالك اسماعيلي في نادي الاتحاد عايزه، ونادي الاهلي عايزه، ونادي الزمالك عايزه. تمام. اللعيب بيفضل برضه النادي الجماهيريه، برضه النادي اللي يقدر يعمل فيه اسم في نفسه ويكمل فيه، زي ما عمل برضه نفس اللعيبه من الزمالك راحت الاهلي او الاهلي راح الزمالك، بيبص برضه للحاله الماديه والجماهيريه طبعا. ما بيبصش كل اللي بيتكلم دوت، معلش الجمهور متعصب، ما دخلش الملعب ولا لعب كوره، ونفس والاستاذ اللي قاعد مع حضرتك برضه دوت برضه معلش انا اسف متعصب جدا، معلش يعني ما جربش الملعب هو مش مستجدات الملعب كده يعني. على هو لا مش متعصب، هو بس بيحب نادي الزمالك. على فكره انا اهلاوي وهو واصدقاء جدا على فكره، واصدقاء جدا. حسام عاشور مش هيلعب،
لو راح لوقت الزمالك واستفاد له مثلا باي مبلغ مادي ولعب سنه مثلا، هو عندهم طارق حامد محتاجين حسام عاشور، افرض في المكان بتاع حسام عاشور دوت طارق حامد مش موجود، كان الزمالك هيطلب حسام عاشور. حسام عاشور لو راح الزمالك وكمل سنه ايه المشكله فيها؟ هياخد فلوس ماديه ممكن مستواه برضه يرجع بدل طيب. السنه اللي قعدها مع الاحتراف برضه اللي معاك، حسام عاشور دلوقتي ابن من ابناء النادي الاهلي، قضى عمره كله في النادي الاهلي ما لعبش بره خالص. طب خليني بس اسمعني، راح لعب في الزمالك السنتين اللي هو من حقه اذا كان هيلعب في الزمالك يلعب السنتين في نادي الزمالك. طيب هنا بقى بعد السنتين بتوع الزمالك، بعد السنتين بتوع الزمالك وضعه هيكون ايه؟ وضعه في ولازم يكمل في نادي الاهلي يعني مش انت طب انت شايف مثلا لو راح لعب سنتين في الزمالك مثلا تمام، هل النادي الاهلي هيدي له اي شيء اداري او اي شيء فني في النادي؟ معلش مش كل اللعيبه هتروح تبقى في الاداري وفي فني، معلش مش كل اللعيبه، معلش لا انا بتكلم انا بتكلم بوجهه نظر برضو للمستقبل. هو اللعيب يختارها دي بقى، اللعيب يختارها عايز يكمل في النادي الاهلي عشان بيبص للناحيه الماديه بعد ما يخلص اداري فني يكمل في النادي. خلي بالك بس عشان ما ابقاش عنصري ولا عكس برضو، انا بتكلم ولا عكس. مين اللي قرر ده حضرتك؟ اللعيب عايز يلعب ولا عايز يكمل في النادي؟ ما هو ممكن برضه كل لعيب حتى زي حسام حسن، احنا حسام حسن عنده القوه مش شرط القوه اللي في الملعب، عنده الحماس انه عايز يكمل، كان عايز يكمل. ايه اللي خلاه راح نادي الزمالك؟ مش عشان حاجه ولا بيبص الماده، في لعيبه بتحب الملعب بتحب الكوره. احييك يا استاذ محمد، احييك. عبد الرحمن مساء الفل. السلام عليكم، ازي حضرتك؟ الله يسلمك ربنا يخليك. تمام معاك. اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي. اهلاوي مع الانتماء ولا مع الاحتراف؟ مع الانتماء طبعا. مع الايه؟ الانتماء. بس انت فكرت ليه وانت بتجاوب يا عبد الرحمن؟ لا طبعا، ما اصلا لازم يكون اللاعب عنده نسبه الاحتراف لمستواه المادي يعني وكده. طيب انت مع الانتماء؟ ايه؟ مع الانتماء. اه طبعا. انت مع الانتماء، يعني انت ضد اي لاعب طيب مع الانتماء ان هو اللاعب ما يسيبش الفرقه خالص ولا ما يروحش للمنافس؟ لا ما يروحش للمنافس. يعني ممكن يحترف بس ما يروحش للفريق المنافس. ايوه. طيب هسألك سؤال كده، لو انت في موقف احمد فتحي وفي موقف لا يحسد عليه الان، تمام، تنصحه بايه؟ خزنه بس معلش ثواني بس. اتفضل. الو اتفضل معلش هادي السؤال. انا بقول لك لو انت عارف دلوقتي ان موقف احمد فتحي في موقف لا يحسد عليه، كان الله في عونه. ايوه. والموضوع معاه بقى صعب جدا. هو الصراحة هو ليه شرف طبعا على دماغنا، هو حقه طبعا. حقه بعد مسيرته ده كله حقه. يخرج من الأزمة دي ازاي لو تحب تنصحه؟ بس ما ينفعش يروح للمنافس. لا، حل الأزمة اللي هو وصل لها دلوقتي بقى خلاص مش عارفين الدنيا رايحة فين، أنت تنصحه بإيه؟ يروح أي نادي ما عدا المنافس. ولا يكمل في الأهلي؟ يكمل في الأهلي، يعني أنت من الجمهور اللي بيقول يكمل في الأهلي، نحل المشكلة ويكمل في الأهلي. ممكن يعني يرفع مستوى سعر العقد مثلا. لا يرفع سعر العقد ايه ده، الموضوع داخل في حته تانية خالص. الموضوع داخل كان الله في عونه يعني. احييك استاذ سيد مساء الفل. السلام عليكم. يا حجيج عامل ايه حبيبي؟ حماده يا مساء الفل عليك. استاذ شريف الله يحفظك. انا قلت اصبح عليكم بس مش همسك، اصبح عليكم كده. تحياتي ليك. تحياتي ليك حبيبي. الله يخليك. انت عامل ايه؟ الله يخليك. بص حبيبي، بالنسبه لموضوع الانتماء والاحتراف، عمليه الاحتراف دي حاجه يعني هي الاساس، ان دي عمليه احترافيه بحته. كل لاعب كوره بعد الاحتراف بيحصل عمليه الانتماء. يعني انا احترفت في الاهلي في الزمالك في اي فريق، بيجي الانتماء للفانيلا بقى اللي انا لابسها للنادي بقى، ان دي حقيقه. هو ليه سن معين. مشكلتنا احنا كجماهير ما بنقبلش ده. ما هو احنا غصب عننا لازم احنا نتعلم ان اللاعب ده ليه سن معين، وبيبقى احيانا بيبقى خلاص اترفض في النادي اللي بقى هيقعد على الدكه خلاص، فاللاعب ليه سن وعايز يحقق طموحاته، واحيانا بيبقى يروح لاقل عشان هو عايز ينزل الملعب ويلعب ويجري حياته، ده لاعب. طيب انت مع الاحتراف حتى الانتقال للنادي المنافس؟ ما هو الاحتراف ده ما بيقولش انا رايح يعني ده احتراف، ان كان في الاهلي وراح الزمالك راح الاهلي، ده عمليه احترافيه. انا ايه؟ بيزنس. هو بيزنس. انا لاعب وعايز العقد بتاعي، عقدي هنا ب 1000، لا ده هنا ب 2000، هروح ابو 2000، انا لاعب.
ومطلوب. الكلام الانتماء ده استاذ محمد كان ايام بقى الخطيب وحسن شحاته والناس اللي هي كانت بتلعب كوره عشان الكوره، لكن حاليا كله الهدف الملايين اللي انت بتسمعها، ال40 وال50 وال100 خلاص. ما هو خلاص العصر بتاعنا ده عصر احترافي للاعب سن معين وبينهي حياته على كده. والله انت 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 اسعدتني بالمداخله حجيج، وتحياتي ليك وتحيات الاهلي اسكندريه، ووحشتني كتير، وان شاء الله باذن الله ازمه دي تعدي على كل المجموعه اللي معاك. الله يخليك، تحياتي ليك يا حجيج والدي الغالي، وربنا يخليك ليا دايما كده. انا على فكره اول مره اعرف ان انا بقول على اول مره اعرف ان، لان ما اتكلمناش في حته الانتماء او الاحتراف ان هو يؤيد الاحتراف بالرغم ان انا اؤيد الانتماء. صلاح مساء الفل. صلاح يا مساء الفل. يا مساء الفل عليك. اهلا وسهلا. اهلا بيك. ممكن نعلي صوتنا شويه؟ ايوه انا معاك اهو. معاك اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي وكمل. انا زملكاوي اهو. زملكاوي اهو. طب الحمد لله. معاك كابتن شريف. ايوه يا استاذ. معاك الكابتن شريف، كلمه. ازيك يا حاج؟ اهلا حبيبي، ازي الصحه؟ اتكلم سامعينا. انا بقى يا سيدي مع الاحتراف. مع الاحتراف. مع الاحتراف. ماشي. طب انت متعصب ولا لا؟ متعصب جدا. متعصب جدا ومع الاحتراف؟ ايوه. يعني لو جينا دلوقتي نتعاقد مع شيكابالا في الاهلي هتوافق؟ والله على حسب حريته بقى. لا انت مش هتزعل؟ مين الحاج؟ انا هزعل شويه بس انا يعني انا مع الاحتراف برضه. يا حاج صلاح. ايوه حبيبي. احتراف اللاعب من الزمالك للاهلي او من الزمالك للاهلي برضه؟ والله على حسب رؤيه اللاعب، يعني هو اللاعب غاوي يروح الزمالك ماشي، غاوي يروح الاهلي ماشي، بس برضه ما ناخدهاش بعصبيه. ماشي. احييك. ماشي. احييك يا حاج صلاح. انا يعني لازم كده، لان الكوره كده، وبعدين في نفس الوقت بره كده ما ينفعش برضه، يعني يبقى احنا بناخدها، مش واخدين من بره غير الحته دي. اللاعب ياخد فلوس هي بس اللي واخدينها من بره، لكن هل اللاعب المحترف في مصر زي المحترف في اوروبا؟ فيهم. لا لا فيهم والله. لا لا والله فيهم. تحياتي ليك استاذ فضل، مساء الفل. استاذ محمد انا اسف الخط فصل المره اللي فاتت، اتاخرنا عليك. تحياتي ليك وتحياتي الاهل مطروح كلهم. استاذ محمد يا اخبارك؟ الحمد لله تمام. الحمد لله تمام. الحمد لله. امسي بس على الاستاذ شريف. الله يخليك. الله يحفظك استاذ شريف. اخبارك تمام؟ الحمد لله. الله يخليك. معاك. انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ انا اهلاوي قلبا وقالبا. طيب اهلاوي مع الاحتراف ولا مع الانتماء؟ انا مع انتماء لعيبه نادي الاهلي، بس احتراف بقى نادي الزمالك يحترف. لا لا عادي، لعيبه الزمالك تجل ما فيش مشكله. انما لعيبه الاهلي تروح الزمالك لا ممنوع. طب ما دي عنصريه. بس استاذ شريف لابس قرغطة حمراء ليه بقى؟ ما يصلحش. ما هو يعني طب ما انا تيشيرت نادي الزمالك عليه خطين حمر وانا لابس ابيض اهو. لا هو متعصب، بس متعصب يعني. طب يعني انت مع لعيبه الزمالك تحترف في الاهلي؟ اهلا وسهلا. جميل. هو ده الطبيعي. لا مش الطبيعي والله. هو ده الطبيعي. ما فيش حاجه اسمها لاعب من الاهلي يروح الزمالك. لكن الزمالك انا قلت لك من طول ما تركي آل شيخ متدخل في الرياضه المصريه. مش عايزين نخش في الحته دي بس. ما احنا يعني هنسيب حته تركي للاخر. يعني نسيبها للاخر؟ نسيبها للاخر اتكلم فيها. ما في يا سيدي ثواني، عشان الساده المشاهدين ما حدش يحكي يقول احتراف بين الاهلي والزمالك. يعني هو ما فيش لاعب من الاهلي يروح الزمالك. يعني معتز اينو اللي جاب تركي آل الشيخ، ما هو من قبل تركي اهو. يا سيدي ما بقول لك في لعيبه انا فرحت ان هي مشت من الزمالك. مين معتز اينو ده؟ ده لعيب ده حط فيكوا جوان كتير قوي. ده في حط جون شاط من بعيد جون ده من نص الجون. وعشان طب ما انت قلت من شويه عشان ضيع كوره خلاص هنحكم، وعشان جاب جون يبقى خلاص. طب كويس احنا وصلنا لوجهه نظر غير طيب. وجهه نظرك كويسه يا كابتن شريف. استاذ فضل معانا ولا قفل؟ يا استاذ شريف. نعم. انت في عهد مرتضى منصور مش هيقعد ولا لاعب عندك تاني كده. تاني عيد تاني. لا بالعكس، انا في عهد مرتضى منصور افضل لعيبه جت النادي الزمالك. مين معانا؟ استاذ حسن.
السلام عليكم. أيوه. مساء الفل عليك. متعصب و طب استاذ شريف بقى حل المداخله من قبل ما تخش. عايز اهلاوي ولا زملكاوي؟ انت اهلاوي ولا زملكاوي الاول؟ انا بسال بس استاذ احمد، اهلاوي ولا زملكاوي؟ انا دايما بيتسبق. لا انا اهلاوي بس مش متعصب والله. لا انا زملكاوي الحمد لله، وزملكاوي يعني ابا عن جدا عن عيله يعني. مش عايز اقول لحضرتك يا عم الحمد لله ان انت زملكاوي، بس عايز اقول لحضرتك ايه، إيه علاقه زملكاوي بالحمد لله؟ انا لا ده احنا الحمد لله احنا مستحملين ده الحمد لله قوي يا استاذ. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، ان احنا انا مع الاحتراف اول حاجه، الاحتراف بس الشرعي. طب مع الاحتراف ان ثواني بس، زملكاوي الحمد لله، انت بقى مع الاحتراف ان لعيبه الزمالك ممكن تروح الاهلي يعني؟ بس شرعي. ايه شرعي؟ مش ترانزيت بقى ونجرب بقى نروح نادي بره ونروح بقى نجيب له عقد خارجي من بره؟ الكلام ده كله خلاص يعني عفى عليه الزمن. احنا عايزين الاحتراف الشرعي. احنا دلوقتي في عهد جديد، عندنا ديمقراطيه، عندنا احنا متفتحين جدا على العالم كله، عارفين يعني ايه كره اوروبيه، يعني ايه عارفين كره عالميه. دلوقتي مش مشكله خالص الكره، الكل بيجري ورا الماده ماشي مش مشكله تمام، بس يكون احتراف شرعي تمام، ما يكونش يعني بالطريقه اللي احنا فاهمينها. احنا يمكن عايزين نتكلموا بالطريقه اللي هي واضحه على الترابيزه. معايا حضرتك؟ معاك تمام. مش عايزين نقولوا بقى ان احنا مثلا نجيب لعيب الاسماعيلي واحنا عارفين قد ايه الاسماعيلي متعطشه جدا والكوره، ويطلعوا فريق درجه رابعه في الامارات سنه ولا بتاع ويجيبوا تاني. بالظبط كده بالظبط. حصل الدين دي بتاع الانديه العالميه فين؟ بتاع اسلام الشاطر يا كابتن. انا بتفرج والله عليك. لا كتير يا كابتن، اسلام الشاطر كابتن جه عندنا الزمالك وما لعبش. ما لعبش. وكان نقوله ده كان عيب اداري ان هو طلع في التنقلات بتاعه الشتويه ورجع تاني على الاهلي. ماشي طيب، عايز تقول حاجه تاني؟ ونسيك يا كابتن. والواد بتاع الترسانه ده عمرو سماكه. عمرو سماكه برضو طلعوه من الترسانه برضو بعد احتراف الشتويه ورجعوه الاهلي. ده كتير يا كابتن. بس استنى بس استنى بس. بص يا كابتن، هي دي الطرق الغير الشرعيه في الاحتراف. طب ليه يا كابتن؟ ليه؟ احنا دلوقتي بندور دلوقتي على الماده، الكوره كلها بيزنس، الكوره بقت ماده كلها. عارفين دلوقتي اسعار اللعيبه وصلت قد ايه؟ تمام؟ عارفين ان في ان في لعيب سنه بيكبر بيدور على تامين مستقبله، خلاص المشكله انا عايز امضي امضي مش عايز امضي. شوف مستقبلي بره ايه المشكله؟ وعلى فكره كابتن احمد الكلام برضه ينطبع على اي لعيب من نادي الزمالك، يمشي. اللي مش عايز يلبس التيشيرت الفريق اللي هو نجمه يمشي. خلاص. مش هيدي لك يا كابتن اصلا. مش هيدي لك اكتر من هو معطاه لك وهو ناشئ وهو الكلام ده، خلاص خد النجوميه عايز يدور على التامين المستقبل. بص يا كابتن المراحل المستقبليه ماشيه مع اللعيبه درجه درجه. الاول بيدور على النجوميه. ثانيا بيدور على الشهره، بعد كده بيدور على التأمين، والتأمين في الاخر اخر حاجه بتفكر فيها بينسى كل الورق والانتماء. انا كلامي غلط يا كابتن؟ لا تحياتي ليك، وتحياتي ليك ان انت زملكاوي وهادي وبتتكلم بمنطق وبعقليه وسمعتك. طيب. صح يا كابتن شريف؟ لا صح. معانا اتصالات مين يا شباب؟ نكمل. معانا مين؟ نجيب بقى نروح للسبوره بقى. هذول مين؟ اهو. اتكلم دول حاله استثنائيه يا استاذ محمد. دول حاله استثنائيه. على فكره حتى انا كنت بحبهم وانا زعلت جدا لما راحوا الزمالك، بس عرفنا بعد كده هم اتظلموا. النادي الاهلي اللي سابهم راحوا ادوا في نادي الزمالك، خدوا معاه تقريبا 2 دوري وكاس تقريبا. وادوا بانتماء، بس هم دلوقتي نفسهم انا بتكلم من وجهه نظري اللي انا شايفه، نفسهم يرجعوا للنادي الاهلي ياخدوا وضعهم اللي هم ادوا فيه بالنادي الاهلي ويستحقوه. وانا مع يا ريت حسام ابراهيم ياخدوا حته اداريه او حته فنيه في النادي الاهلي. ومرحب بيهم. ما النادي الاهلي بيقول نادي مبادئ. ما هو ماشي، ما بس انا شايف دولك لازم ياخدوا حقهم في النادي الاهلي. ادوا النادي الاهلي كتير، راحوا للنادي الزمالك لظروف وكانوا مظلومين في الظروف دي. مش بس هم ليهم غلطه بس عليهم بعد انتقالهم من النادي الاهلي للنادي الزمالك، ان اتشدوا مع الجمهور، اتعصبوا مع الجمهور، الحركه بتاعت الشوز اللي عملوها ضد الجمهور بدات يشدوا مع الجمهور شويه والجمهور يرد عليهم وهم يردوا على الجمهور. ما حطوش في الاعتبار ان الجمهور مهما كان عاطفي، انا شايفك طول عمري بتلبس تيشيرت الاهلي، فجاه لقيتك بتلبس تيشيرت النادي المنافس، عاطفيين، هزعل، هتضايق،
خصوصا لا برضو لا بس ما يشتمش شتم ابراهيم بامه وشتم. ما تنساش ان معظم الجمهور سن 16 و17 و18 يعني اطفال يعتبروا شباب صغير مش في سن حد عقلاني. يعني هتلاقي الجمهور اللي شتم حسام ابراهيم في المدرجات وحسام ابراهيم رد عليهم بحاجات تانية. الجمهور دلوقتي ممكن لو هو قاعد دلوقتي بيتفرج على مباريات لو 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 لاعب اتنقل من الزمالك للاهلي مش هيعمل كده. صح ولا غلط؟ ان الجمهور بقى اللي مش هيعمل كده. الجمهور اللي في سن اللي كان في السن هو بيشتم حسام ابراهيم. طب عمرك شفت جمهور الزمالك شتم حد بامه؟ اه. طب ناخد حماده. يا حماده مساء الفل. دي يا حماده مساء الفل. ايوه شتمه شتمه. ماشي. حماده. السلام عليكم. مساء الفل عليك. مساء الفل يا ريس. اهلا بيك. اهلاوي ولا زملكاوي؟ لا زملكاوي طبعا. زملكاوي. مع الاحتراف ولا مع الانتماء؟ لا طبعا هو عامه احنا ما عندناش في مصر هنا انتماء غير للجمهور بس. يعني ايه انتماء للجمهور بس؟ الجمهور اللي بينتمي يعني. الجمهور يعني بس اللي بينتمي. بس بينتمي للنادي. ليه استنى بس. استنى. والله في كتير. حسن عبد ربه ده ايه؟ هو حسن عبد ربه وانتمى للنادي مش بمزاجه ده كان غصب عنه. بس كمل كمل. الخطيب ايه؟ ما هو كمل عشان جمهور النادي وضغط جمهور النادي. لا اصل هو بيقول لك عشان في مصر عامه فعمم. وليد سليمان حاليا ايه؟ وليد سليمان بيفكر. شيكابالا ايه؟ لا ما بيفكرش. شيكابالا ايه؟ شيكابالا لاعب من اللعيبه. انا راجل زملكاوي وبحب شيكابالا انما شيكابالا في يوم من الايام وقع للاهلي مش موقعش. اي نعم ما لعبش للاهلي بس وقع للاهلي. الانتماء خلينا نتفق في القصه دي انه الانتماء للجمهور مش للعيبه. يعني انت من وجهه نظرك الاحتراف للعيبه عادي بس الانتماء للجمهور لها من تحب ولها من تكره. بالظبط. احييك. عايز تقول له حاجه؟ زملكاوي هو. لا ده راجل. طب شوف كلام هادي جدا بعقلانيه وبيحللك صح. انا بصراحه هو وجهه نظره. لا, لا لا عجباني جملته جدا. الانتماء للجمهور وده على فكره يا استاذ اسمه استاذ مش اسمه حماده. استاذ حماده دي يعني جمله جميله جدا. بس خلي بالك ان هي موجوده في اي دوله. يعني بتاع برشلونه الجمهور منتمي لنادي برشلونه. تمام. اللعيبه هي اللي بتتنقل بقى. مش معقوله جمهور هيتنقل من برشلونه. لا اصل بره عندهم الفكر ده كويس جدا. اللعيب خلاص الفرقه مش محتاجه ما عندهمش شكرا وبيحيوه. وانت شفت الا في كل فرقه لاعب. هو في كل فرقه لاعب واحد. توتي مثلا في ليفربول. لا توتي في روما. عندك في برشلونه ميسي. عندك مثلا في ريال مدريد كان انيستا بس اتنقل الصين باين. عندك في ريال مدريد راموس. عندك في ليفربول اسمه ايه جيرارد ده ولا اسمه ايه. عندك في اسمه ايه الفريق الالماني ده اسمه ايه بايرن مولر في بايرن. لاعب ماشي. حماده معانا. طيب نكمل رسالتك ماشي. ايه طب لا دول شايف بقى... دول ايه؟ شايف كابتن شايف التوام ايه؟ حاله استثنائيه. كنت فرحان وهم في الزمالك؟ طبعا. وكنت فرحان وهم بيدربوا الزمالك. انت مع ان هم ياخدوا حته اداريه او فنيه في الاهلي ولا في الزمالك؟ لا في الزمالك. في الزمالك. طب ما انت كده بتقول لهم برضو انتوا مالكوش تاريخ في الاهلي. ليه بقول لهم ليه مالكوش تاريخ؟ ما انت عايزه هو للزمالك اهو. ولا انت عايزه انت بشكل شخصي؟ بشكل شخصي. مش ليهم هم؟ لا لمصلحتهم برضو لمصلحتهم هم. اصل النواحي الماديه تقريبا الاهلي زي الزمالك. يعني كان الاهلي طبعا فارق شويه. ناحيه جماهيريه هنقول زي ما انتوا بتقولوا 90% جمهور اهلي و10% جمهور زمالك. انا هادي اهو. طيب هنقول ال 10% دول هيشجعوه وبيشجعوهم من قلبهم. ماشي وصلت. اللي بعديها يا شباب. حبيبك ده. حبيبي ده حبيب كل الزملكاويه. كابتن جمال عبد الحميد. بتحبوه جدا على فكره. احنا كاهلاويه بنحبه برضه. لا مش بتحبه. لا والله. لا. اقوى مهاجم طبعا بعيدا عن حسام وبعيدا بس اقوى مهاجم يعتبر على فكره جمال عبد الحميد كان في الاهلي لاعب مش هقول وحش. كان لاعب عادي
وسط منظومه من اللعيبه. كان زيه زي شريف عبد المنعم، زي اسمه احمد عبائي، زي مش عارف مصطفى يونس، زي مش صفوت عبد الحليم، زي طاهر الشيخ. لما جه الزمالك مش عشان بيقولوا الاخ اللي كان بيتكلم من شويه بيقول لك ان انتوا بتجيبوا لعيبه كسر ومش عارف، لا هو ما قالش كده، انت اللي رديت قلت كده. لا ما قال لي اعتبرني بقول كده، ده في الاخر ما انت اللي انت استفزته برضه يا كابتن شريف. لا هو كان بيحكم وما بين السطور هو اللي ماشي، بس انا رديت بس هو ما يعني ايه. الزمالك دايما بيجيب اللعيبه المهاريه، لكن هقول لك على حاجه، الفرق ما بين الاهلي والزمالك لو هناخدها بقى من ناحيه الاحتراف، دائما الزمالك على مر العصور ميال للمهارات الفرديه، ميال ان لاعب يشيل فرقه، ميال ان لاعب يبان ان هو النجم، ان كان بقى حازم امام بقى، ان كان شيكابالا، ان كان ايمن حفني الفتره اللي فاتت، ان كان مين تاني كتير كتير. هو الزمالك بيميل انا عندي لاعب او اتنين لعيبه مهاريين يخلصون. الاهلي لا، من زمان انا منظوم، انت لاعب دورك هتلعب في الحته الفلانيه وده هيلعب في الحته الفلانيه عشان احنا ال11 نكسب. صح، ده الفرق. لا انت تقول وما تقوليش صح، انا بسمعك بسمع وجهه نظرك. انا بشوف دي وجهه نظري. طيب خلاص، يبقى من وجهه نظرك ان هي صح، من وجهه نظر ان الزمالك كده والاهلي كده، بس الاهلي برضو ما ينكرش ان بيجيب لعيبه كويسه، بس الزمالك دائما بيبص للعيب المهاري مش اللعيب الفني، من وجهه نظري. ماشي، وانا احترم وجهه نظرك. ناخد احمد. ماشي احمد، مساء الفل. ايوه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. منين يا استاذ احمد؟ انا من كفر الدوار في البحيره. احلى ناس. بحيره يبقى اهلاوي. اهلاوي ولا زملكاوي؟ انا اهلاوي وبشجع الاحتراف، بس كل اللاعب عنده تقنيه شويه في الاحتراف. يختار كويس. يختار كويس. طيب. يعني يعرف الصح. اختار لاحمد فتحي. اختار لاحمد فتحي يحل موقفه. انا احل لك موضوع احمد فتحي. يعني انت حضرتك اتفضل. ليا ملحوظة اقولها للاستاذ اللي قاعد ده، بس استاذ شريف معاك. استاذ الزملكاوي اللي قاعد، ملحوظة واحده صغيره بس. ماشي اتفضل، بس بهدوء بس كده وعلى صوتك شويه. يعني بامانه رب العالمين، الزمالك مش شغال على الاهلي. بمعنى بقول لك الزمالك ما بياخدش غير لعيبه من الاهلي. بمعنى طيب وريني. يعني بمعنى في اي برنامج يدوم معلقين على الاهلي، في اي حاجه. لا احنا بدك لا 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 يا استاذ احمد، استاذ احمد، استاذ احمد، ما انت كده برضو، ما انت كده برضو هنعمل زي ما انت بتقول. لا احنا اهو بهدوء. انا اهلاوي. اسمعني بس يا استاذ احمد، انا اهلاوي. انا اهلاوي وانا اطول على حاجه. اتفضل. انا بحب حسن شحاته. وانا بحب حسن شحاته. خد بالك، بحب وبحب اشرف قاسم. بس هم بيزيفوا التاريخ. وبحب عمر جابر يعني جدا. بلاقي حاجات بس برامج ما تنسمعش. طيب لا عشان انا بص يا استاذ احمد، عشان انا استاذ احمد بس اسمعني بس اصل انت داخل في حته ثانيه. بص يا استاذ احمد، انا ما بسمحش ان انا اتكلم عن اي برامج ثانيه او اي قنوات شقيقه ثانيه او اي زميل اخر ثاني، ما بحبش اتكلم عنه. انا طالعين النهارده نتكلم عن الانتماء والاحتراف والزمهلاويه اللي بتنقل من الزمالك للاهلي ومن الاهلي للزمالك من وجهه نظر الجمهور. حاضر ماشي. انت بقى من وجهه نظرك الانتماء ولا الاحتراف؟ يعني نظري ان اللاعب يحترف بس ينقي نادي غير الزمالك. يعني احمد فتحي يروح اي نادي، يا يكمل في الاهلي يا يروح اي نادي غير الزمالك. احمد فتحي حسب ما ايه؟ عايز يكمل في الزمالك يكمل. احمد فتحي ايه؟ ما تعصبوش، تعصبوا ليه؟ هو شاف بصيرته صح. يعني انت احمد، طب انت لو مكان احمد فتحي هتعمل ايه؟ انا لو مكان احمد فتحي انا مش هحسبها كده. هتحسبها ازاي؟ هتحسبها ازاي؟ هنضحي شويه. ايوه يعني هتحسبها ازاي؟ يعني من الاول خلاص كنت كملت في الاهلي؟ الاخير بتاع النادي الاهلي. كنت هتكمل في الاهلي. هنضحي شويه. ماشي. يعني انا في حاجه الله حضرتك عليها عشان تقعد مع حضرتك. لا بتحتمل. الحاجه الوحيده اللي انا زعلان منها من النادي الاهلي ان هم فرطوا في حساب ابراهيم. اللي هم فرطوا في حساب ابراهيم بسهوله. بسهوله. لان حساب ابراهيم دول تاريخ. احييك. بتاريخ. المفروض ما كانش راحوا لاي نادي، ما كانش الزمالك عشان مش متعصب. لكن حسام ابراهيم غلطه الاهلي. دي انا معترف بيها، انا عندي حاجه و50 سنه من صغير يعني. ما شاء الله. وحاضر التاريخ ده كله. انا كان نفسي حسام ابراهيم يكملوا مع الاهلي. وكان عيبه اداريين وعيبه مدربين وعيبه شغل كتير. بس ما تزعلش مني الملحوظه اللي بقول لك عليها، جميع برامج الزمالك هي على الاهلي. خلوا في نفسهم شويه. ملناش علاقة. معلش يعني احترمني في وجهه نظر. ماشي، تحياتي ليك استاذ احمد واحلى تحيه، واحييك فعلا في وجهه النظر اللي انت بتقولها.
طيب معانا كابتن احمد صلاح مدرب حراس مرمى نادي الزمالك. هسيبك انت تاخد المداخله دي يا كابتن شريف. يا كابتن احمد. استاذ شريف ازي حضرتك؟ ازيك استاذ محمد؟ ازي حضرتك؟ ازي حضرتك عامل ايه؟ اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله كله تمام. نجوم ميديا طبعا على التطوير الجميل ده طبعا والاستوديو الجميل ده. حبيبي تسلم ربنا يخليك حبيبي. لا والله حاجه جميله يا استاذ محمد والله. حبيبي يعني حبيبي تسلم ربنا يخليك. ميرسي ميرسي حبيبي. انتوا منورين الدنيا والله. الله يخليك الله يخليك. اول حاجه طبعا انا بتكلم فيها ان الانتماء ما بقاش موجود دلوقتي، لكن طبعا انا مع الانتماء مش مع مع الانتماء تمام. لكن للاسف للاسف دلوقتي العصر اللي احنا فيه موجودين فيه دلوقتي ده هو عصر الاحتراف تمام. احمد فتحي انا شايف ان احمد فتحي مثلا دلوقتي مع النادي الاهلي، لا انا شايف ان احمد فتحي كان لا ممكن يقعد مع النادي الاهلي. انت تمام. احمد فتحي قدامه سنه او سنتين يلعب فيهم، لا انا شايف ان هو كان يكمل مع النادي الاهلي. حسام عاشور شايف ان هو يعتزل في النادي الاهلي تمام. شايف بصراحة استاذ محمد ان الاحتراف لا، يعني انت دلوقتي هتبص على فلوس انت عشان تضيع تاريخك كله مثلا مع النادي الاهلي عشان فلوس، لا انا شايف ان انت تبقى متواجد في الفترة الحالية في النادي الاهلي تنتهي حياتك في النادي الاهلي زي ما حصل مع عماد متعب وحسام غالي واللعبة دي كلها تمام. برضو في النادي الزمالك برضو نفس الكلام، اي برضو لعيب في نادي الزمالك شايف ان هو برضو لو قضى يعني معظم حياته في نادي الزمالك ان هو برضو يعتزل في نادي الزمالك ما يبصش على موضوع الفلوس. انا مع حضرتك ان موضوع الفلوس مهم مهم لاي حد، بس في نفس الوقت ان انت بعد كده الناس كلها تقعد تذكرك ان انت كنت لعيب كويس وعندك انتماء، اهم حاجه الانتماء. لكن احنا للاسف دلوقتي في عصر الاحتراف، فشايف ان احنا برده ما بنطبقش الاحتراف برده صح. احنا زي ما نقول ايه، في انديه بتسرق لعيبه من بعضيها بدون ذكر اسامي، مش برده ما اقصدش برده عن الزمالك ولا الاهلي، لا في انديه ثانيه برده بيحصل معاها برده بتعرف فلوس اكتر من النادي ده فاللعيب بينتقل ليها. فشايف ان احنا لا، احنا بقى الانتماء اهم شيء صراحه. الانتماء اهم شيء. اه يعني انت انا مع حضرتك. طيب الانتماء، طب هل احنا نعرف نرجع الانتماء تاني او ايه اللي حول الموضوع من انتماء لاحتراف؟ بما انك انت كابتن ومدرب حراس مرمى وفي نادي كبير في نادي الزمالك، ايه اللي ضيع الانتماء ووصلت لاحتراف؟ بس محمد الماده هي اللي السبب في المشكله دي كلها. حضرتك لو تبص زمان على لعيبه نادي الزمالك ولعيبه نادي الاهلي، مش كل يعني لو هتلاقي كل المرتبات كلها زي بعض، يعني اللعيب في الزمالك في الاهلي في الاتحاد في المصري كله بياخد قريب من بعض، يعني حتى ما فيش فرق كبير جدا. كان زمان الكوره كانت بتتلعب مش عشان خاطر الفلوس، عشان خاطر الممارسه. دلوقتي الكوره بتتلعب دلوقتي عشان خاطر الفلوس، وهو ده اللي نقل من الانتماء للاحتراف. بس احنا برضو في مصر مش عارفين نطبق الاحتراف زي بره. لا احنا مش عارفين نطبق الاحتراف ومش عارفين نطبق الانتماء. هو اعجبني جدا جمله الانتماء للجمهور للجماهير، بس دي كلمه من الجمل او من الكلمات اللي خدتها من حلقه النهارده مهمه جدا. اكيد طبعا يا استاذ محمد، تحياتي ليك يا كابتن احمد. كل لاعب يبص على الجمهور بتاعه ويبص على النادي اللي هو اتربى فيه ولعب فيه وكان خيره عليه، سواء في نادي الزمالك او سواء في النادي الاهلي. فشايف صراحه ان لعيبه الدوري الممتاز لازم تبص بص على الماده وكل حاجه، بس تبص برده للانتماء بتاعك برده عشان الناس تحبك بعد كده تذكرك بشيء جميل. يعني في لعيبه ممكن سواء في الزمالك او في الاهلي لعبوا ما حدش يذكرهم بعد كده لان هم ما كانش عندهم انتماء زي ما بنقول. تحياتي ليك يا كابتن احمد وتحياتي ليك لحراسه مرمى نادي الزمالك كلها. اسعدتني بالمداخله وشكرا على التهنئه الجميله دي واحلى تحيه ليك. معانا اتصال، ناخد اتصال. معانا مين؟ السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. ايوه مين معايا؟ الله يسلمك. علاء يا باشا. ازيك يا استاذ علاء؟ علاء ازيك يا باشا عامل ايه؟ منين؟ اهلا علاء. علاء ناس اسيوط. مش مشاكل. معاك اهلاوي ولا زملكاوي؟ لا زملكاوي رابع. زملكاوي. هادي هو زملكاوي هادي هو. زملكاوي. مع الانتماء ولا مع الاحتراف يا علاء؟ والله يا باشا هو كان زمان في انتماء. دلوقتي مفيش انتماء، كل احتراف الجنيه. ومفيش احتراف عندنا اللي هو يعمل احتراف. طب انت كعلاء مؤيد الانتماء ولا مؤيد الاحتراف؟ لا انا مؤيد الانتماء. الانتماء برضه. يعني انت ضد اي لاعب يتنقل من الزمالك للاهلي او من الاهلي للزمالك، ولا اي لاعب يتنقل من الزمالك للاهلي بس مفيش مشكله لو يتنقل من الاهلي للزمالك؟ بص انا ضد اي لاعب من ابناء الاهلي او من ابناء الزمالك. يعني انت ضد اي لاعب يتنقل للنادي المنافس مباشره ايا كان؟ ايا كان اللي هم اولاد النادي، لكن معظم اللعيبه اولاد النادي فقط. لكن طالما محترف من فرقه لفرقه خلاص خلص الموضوع. محترف من فرقه لفرقه يعني انت تاني عادي. يعني انت دلوقتي عايز. بتقول وجهه نظرك هحللها بالمنطق. حسام عاشور شيكابالا خليكوا اهلي وزمالك ما تتنقلوش.
احمد فتحي لو اتنين عادي ما فيش مشكله. انا متهيألي حسام عاشور جاي من فرقه برضه. لا ده لو نادي النادي النادي الاهلي ما ينفعش انا بعد العمر كله في النادي يعني بص اروح تاني لاي نادي تاني. احييك تحياتي ليك يا استاذ علاء. انا ميت في النادي ده عشان انا اتولدت فيه. تحياتي ليك يا استاذ علاء. عايز تقول حاجه؟ لا شكرا. تحياتي ليك حسام. مساء الفل. ايوه يا فندم. تحياتي ليك حسام. معاك مساء الخير يا فندم. نعلي صوتنا شويه. ايوه مساء الخير. مساء النور. منين يا استاذ حسام؟ من هنا. احسن ناس. اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي طبعا الحمد لله. اهلاوي مع الانتماء ولا مع الاحتراف؟ بصوا حضرتك انا مع الاحتراف بس انا كمشجع قبل ما اطلب بان انا يعني اكون محترف في اختياراتي او في قبولي لاي راي ياخذ لاعب. تمام. لازم انا الاعلام عموما يعرفني يعني احتراف، يعني ليه ما يكونش مثلا في مبادره تكون من برنامج حضرتك او من اي برنامج ثاني اهو تعرف الجمهور يعني ايه احتراف علشان نقدر نتقبله بالوقت. ما هو احنا عاملين الحلقه دي خلي بالك عشان نوصل في الاخر خالص لوجهه نظر الجميع يحترمها ويرتضي بيها. تمام هو كده يعني ايه الحلقه محترمه يعني في تناولها لهذا الموضوع. الله يخليك. بس هو حضرتك اللاعيبه نفسها او بعض المسؤولين مش متقبلين الراي، يعني في بعض اللاعبين القدامى مثلا في مشكله احمد فتحي ضد احمد فتحي بطريقه مثلا فيها عصبيه شويه. انا على فكره ضد احمد فتحي وضد استمرار احمد فتحي داخل النادي الاهلي لاني انا اتربيت على الانتماء برغم ان انا نفسي يتم تطبيق الاحتراف يعني ان احنا بس احمد فتحي برضه هرجع اقول لك هو مش من ابن مش من ابناء النادي الاهلي، هو جاي من الاسماعيلي وجاي قبل كده تقريبا من المحله. هو ممكن احنا يعني احنا كجمهور اهلي ما زعلناش على احمد فتحي جدا علشان احنا عارفين ان اي لاعب بيجي لنا من بره النادي الاهلي بيكون جاي للنادي الاهلي عشان خاطر الفلوس رقم واحد وعلشان خاطر يكسب شهره وجماهير رقم اثنين. تمام. فلما هيلاقي فلوس في اي مكان ثاني هيروح لازم يعني هيروح. دي اول نقطه حضرتك. ثاني نقطه للاستاذ ضيف حضرتك شريف. هو مش ضيف هو زميلي. نعم زميل مش ضيف. زميل معلش تحت امرك. هو كان احد المشاهدين في اتصال بيقول له طارق السعيد نجح مع النادي الاهلي ولعب كاس عالم انديه، فهو بيقول له لا ما نجحش. فاحنا ممكن يعني لاعب كاس عالم انديه واحد زي صبري رحيل جه من الزمالك واخد مع الاهلي تقريبا كونفدراليه واخد دوري وكاس وسوبر ومش عارف ايه. طب خليك معايا خليك مش واضح على فكره مؤيد وجهه نظر. لا ثواني. لا 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 معارضها لا لا انا معارض لا لا. انا معارض وجهه النظر معارضها نعم لا وجهه النظر كمل بس ما تقطعوش بس كمل. لا لا ثواني لا ثواني ما فيش حاجه اسمها كده. بص يا استاذ حسام. يا استاذ حسام اتفضل. طارق السعيد لعب في منظومة اسمها النادي الأهلي. تمام. لو فيه سين أو صاد أو عين مكان طارق السعيد كان راح لعب في كأس العالم للأندية. تمام. مفيش بصمة لطارق السعيد وصلت الأهلي لكأس العالم للأندية. ده فرقة الأهلي عموما هي اللي وصلت لكأس العالم للأندية. طب ما هو فهو فرد ثواني اسمعني. هو فرد من ضمن أفراد الفريق اللي راح لعب في كأس العالم للأندية. فما نقدرش نقول مثلا زي الكونفدرالية اللي الزمالك فاز بيها نقدر نقول ان اوباما الجون اللي جابه كان السبب في صعود الزمالك للادوار النهائيه في الكونفدرالية او الجون اللي دخل في جنش والحكم ما حسبوش. ماشي نقول الجون اللي دخل في جنش والحكم ما حسبوش لكن ما فيش بصمه لطارق السعيد مع النادي الاهلي نقدر نقول ده كان نجم الفريق في الموسم ده وعمل كذا زي مثلا رضا عبد العال لما لعب في الاهلي كان ليه بصماته. بص حضرتك ثواني بس يا استاذ اتفضل حضرتك اتفضل. يعني رضا عبد العال كان ليه بصمات في النادي الاهلي لعب ماتشات جاب جوان وصل الاهلي لبطولات كتير ده اللي نقدر نقول عمل بصمه في النادي الاهلي. نقدر نقول لعب كاس عالم او ما لعبش كاس عالم لكن ليه بصمه. لكن طارق السعيد محمد صديق معتز اينو صبر رحيل الكلام ده كله كانوا جندي من ضمن الجنود جوه فرقه النادي الاهلي. لو جبنا سين او صاد او عين حطيناه مكان طارق السعيد حطيناه مكان صبر رحيل كان لعب ووصل كاس العالم للانديه. لكن رضا عبد العال لو ما كانش لعب مع الاهلي الاهلي ما كانش خد البطوله في السنه في السنين اللي خدها فيه. ما هو بص بعد اذن حضرتك احنا كجمهور النادي الاهلي انا مواليد 96 يعني عندي 24 سنه داخل في 25 انا بسمع كوره من 2004 و2005 من ساعه ما بدات اسمع كوره نجوم نادي الزمالك احرف
ولعيبه نادي الزمالك احرف من لعيبه النادي الاهلي. بس احنا من ساعه ما بنسمع كوره عارفين ان النادي الاهلي بيتعامل كمنظومه. احنا لو جبنا 11 لاعب بيكون اكتر من نصهم اقل في المهاره واقل في الامكانيات من لعيبه الزمالك، لكن المنظومه بتخلينا نكسب. فكون طارق السعيد او معتز اينو عملوا شغل مع النادي الاهلي ده بناء على المنظومه اللي هم فيها. فاحنا كجمهور النادي الاهلي بنتعامل على ان المنظومه من سنه كذا لسنه كذا كانت ناجحه. تمام يا استاذ عايز تقول حاجه؟ لاعب لعب كاس عالم انديه، واخد دوري ابطال، واخد كونفدراليه، كسبان ترجي، كسبان سام. تحياتي ليك. انا هاخد بس اخد جمال وناخد فاصل عشان عايز اشرب ميه والله. خلاص انا مش قادر اتكلم. استاذ جمال فصل. طب حضروني فاصل بس يا شباب، خمس دقايق بس نشرب ميه فقط مش اكتر. الناس زي ما تكون ما صدقت لسه في لسه في يعني نرجع تاني كده شويه انت لسه على الهوا. ناخد فاصل ونرجع لكم تاني. رجعنا لكم تاني ومكملين وبكل روح رياضيه وبكل روح رياضيه فعلا. احنا عاملين حلقه النهارده الزمهلاويه، هو ممكن يكون العنوان مستفز شويه او رخم شويه او اللي هيقراها يشوف في بعض العنصريه، بس لا بالفعل هنتكلم بكل روح رياضيه ما بين الانتماء والاحتراف وما بين اللعيبه اللي راحت من نادي الزمالك نادي الاهلي وما بين اللعيبه اللي راحت من نادي الاهلي نادي الزمالك، كل واحد منها كجمهور شافها ازاي. معايا زميلي الكابتن شريف فاروق اللي منورني واللي عملت معاه اجمل حلقه فرحان بيها النهارده. الله يخليك يا استاذ كابتن شريف. الله يبارك فيك. انت شكلك عايز تقول حاجه. لا انا عايز اسمع المتصلين تاني. طب ما ناخد صوره. طب نتكلم عليها. طيب ماشي ناخد معانا صورة. مين يا شباب؟ طارق السعيد. احنا اتكلمنا على طارق السعيد. طارق السعيد لعيب من نادي او كان من ناشئين رضا عبد العال. يعني انا من ضمن الناس اللي حزنت بجد لما رضا راح له. انا من ضمن الناس اللي بحترمه وبحبه جدا بزملكويته بالرغم ان كان لاعب في نادي الزمالك وبعد كده راح النادي. انا بقول لك رضا عبد العال يعني مش ايقونه نادي الزمالك بقى، ده يعني حاجه زي الفاكهه كده. كانوا اتنين في الزمالك، حماد عبد اللطيف ورضا عبد العال. حماد عبد اللطيف ورضا عبد العال. طيب ده يسبقهم معلش يعني في الـ في الـ في الـ في المهاره حازم امام. حازم امام. طب ليه جماهير الزمالك ما شافتش انا بتكلم بوجهه نظر ثانيه يعني. ليه جماهير الزمالك ما شافتش رضا عبد العال اللي هو مثلا اللعيب اللي باع الفرقه وخاين لا لا لا. وي وي وي. لا لا لا. ليه؟ برضو او اللي حاسس ان هو اتظلم. اتظلم رضا عبد العال راح كان بربع المبلغ اللي كان الاهلي عرضوا عليه، وراح عرض على مجلس اداره الزمالك محدش رضى يستقبله. هو حقق قصه فعلا. طيب ممكن بس اللي انا شايفه دلوقتي وربنا بيعوضه على اللي فاته، هو راح برضو الاهلي عمل بصمات بس ما خدش حقه كامل في النادي الاهلي، بس حاليا هو نجم شاشه وما شاء الله عليه. بس مش واخد حقه في التدريب. مش واخد حقه في التدريب. بص مع ان انا برضو يعني ما عنديش خبره قوي في مجال التدريب، بس واخد حقه في التحليل. لا بس رضا عبد العال يعني انا كان ليا زمان مقوله قبل ما مرتضى منصور يمسك رئيس مجلس اداره نادي الزمالك، كنت بقول فاروق جعفر مدرب عام او يعني مدير فني ماشي، مرتضى منصور رئيس مجلس اداره نادي الزمالك، الزمالك طول الفتره دي اللي هيستمروا فيها الاثنين كل البطولات في مصر هيحصل. يعني رضا عبد العال يجيب بطولات للزمالك. يعني رضا عبد العال مثلا اقوى من حسام ابراهيم. احرف مش اقوى. لا انا بتكلم كمدير فني. ما هو يعني رضا عبد العال عنده مقومات المدير الفني وعنده مهارات المدير الفني. رضا عبد العال. طب ليه ما شفتهوش مثلا بيدرب في دوري ممتاز برضه؟ انا معاك. بس خليني اسال الاسئله اللي بتتسال. ماشي ليه ما شفناهوش حتى الان في دوري ممتاز؟ زي ليه عفة نصار ما شفتهوش لغايه دلوقتي دوري ممتاز؟ ليه؟ عشان لسانه وعشان بيقول كلمه حق.
لا استنى بس استنى ما تقولها كلمة كبيرة ما تنفعش يعني يعني ايه عشان بقول كلمة حق ما 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 يلعبش يا أستاذ محمد. لعبة التدريب في مصر لعبة سمسرة، مين اللي بيجامل أكتر؟ هو بيقول كده أي وهو كلامه صح، وأنا ما جبتش جديد من عندي يعني ما ادعيش إن أنا اخترعت حاجة، هو بيقول كلام صح. طيب اللي بعده يا شباب. طيب معانا مداخلة. ماشي يا مساء الفل. ألو مساء الفل عليك كابتن أحمد سعيد مقدم برنامج الكرة والجماهير اللي وحشنا كتير بقاله 3-4 أسابيع واستغل الحظر واستغل حاجات كتيرة جدا وقاعد. مساء الخير يا أستاذ. علي الصوت بس شوية كده. أستاذ أنت منور الدنيا أنت والأستاذ شريف فاروق والله. حبيبي يا حبيبي حبيبي المثلث بتاعنا كابتن أحمد سعيد. حبيبي بس الأستاذ شريف لسه متعصب ولا الدنيا؟ لا خالص ده الحلقة ده النهارده هو اتعصب شوية في أول خمس دقايق. بص هعترف لك طالما أنت ما شفتش بقى. بص هو اتعصب شوية في أول خمس دقايق بس ده مع أخوك هدي خالص وبقى الكلام بهدوء ومفيش أي مشاكل. ما هو احنا اتعودنا بقى من الاستاذ شريف ان هو يتعصب بس التعصب بتاعه احنا خدنا عليه خلاص يعني. يا استاذ احمد يا استاذ احمد اتفضل. هو ما اداناش فرصه يعني ولا دقيقه اتكلمنا في الحلقه كل الحلقه مداخلات هتعصب. ادي مؤامره ادي مؤامره مؤامره. ايوه هم عندهم نظريه المؤامره يا كابتن احمد. انا بصراحه مش عارف هم عاوزين ايه يا استاذ محمد والله. مش عارف انت مع الانتماء ولا مع الاحتراف يا كابتن احمد ولا مع الحظر ولا ايه قول لي. والله انتوا الاول بجد انتوا منورين الدنيا بجد. انتوا وحشني وحشني كتير كتير كتير. ويكفي ان انتوا بتقدموا رساله محترمه لا بتجرح في حد ولا بنتكلم في حد وهو ده الاعلام المصري الهادف اللي احنا بننادي بيه والله بجد. الحمد لله الحمد لله. يعني انا سعيد جدا بالمحتوى اللي انتوا بتتكلموا فيه ودي رساله للجمهور المصري لان انت شايف حاله اللغط اللي موجوده على جميع البرامج الرياضيه بقى لها فتره ويعني مش عارف بس انا ما بحبش اتكلم على برامج ثانيه بس نعدي دي ماليش دعوه ببرامج ثانيه ولا بقنوات اخرى. بس احنا الحمد لله بنقدم رساله هادفه للمجتمع. الحمد لله الحمد لله يعني على فكره واحنا واخدين الموضوع الانتماء والاحتراف بشكل هادي شويه. طب معلش رغم ان انا اهلاوي والكابتن شريف زملكاوي. سؤال يا استاذ احمد يا كابتن احمد. اتفضل كابتن احمد ما تعصبوش. لا ما من غير اوعى اوعى تعصب من غير عصبيه يا كابتن احمد. لا يا ما مذيع ونجم اعلامي يطلع يقول محمود علاء مش هيجدد للزمالك عشان الزمالك ما فيش فلوس. هو اللي قال زوجته مش اعلامي اللي قال ده زوجته اللي قالت زوجة محمود علاء. طيب هي مالها. طب برضه خلينا طب نتكلم بالمنطق يعني هي مالها مين اللي اذاع الخبر؟ لا زوجته ابنه اي حد من عيلته مين اللي اذاع الخبر؟ طب ثواني قالت فين يا كابتن احمد؟ نزلت تويتر ان هو مش هيجدد عشان ما فيش فلوس. مش هيجدد الا اما يقدر ماليا بالشكل المطلوب. دي برضو ما ناخدش عليه. طيب واعلامي تاني جه قال لك احمد فتحي يخبط دماغه في يعني عشان ما مش حافظ اللي قاله بالظبط بس ما أيوه. معناه احمد فتحي يخبط كده خبط دماغه في الحيط. تمام. طيب وبعد كده انا كنت عاوز اقول لحضرتك حاجه يا استاذ شريف في نقطه احمد فتحي وفي موضوع محمود علاء. بالنسبه للكابتن احمد فتحي وطبعا النادي الاهلي تعامل معاه برقي واحترام فعلا. الاهلي بس ما تردوش على بعض وهو يقول وانت تقول فعلا. لا ما انا قلت معاك في حلقتك قلت ان اكتر قعده تعاقد. طيب ماشي الاهلي عمل باحترام وبعد كده حصل ايه يا استاذ محمد؟ انا قلت لك ما تعصبوش يا كابتن احمد. انا لا ثواني لا لا ثواني ثواني حصل ايه بعد كده؟ استنى بس استنى لا ما نتكلم لا هيرد عليا لا انا ارد عليا هرد عليك والله هرد عليك. هل لحد ما تم الاتفاق واحمد فتحي شكر اداره النادي الاهلي ان هو وراح بيراميدز خليني بس اكمل ما انا معاك واحده واحده اهو احنا واخدين الحلقه بهدوء. طيب ماشي بس هو تمام والنادي الاهلي شكره وقال له انت اديت معايا اشكرك ربنا يوفقك في اللي جاي لحد هنا في مشاكل؟ لا ما فيش مشاكل. الاهلي ليه رفض وهو مش مالي ايده من بيراميدز؟ تمام يا عم استنى بلا تمام ايه؟ استنى بس. يعني ايوه انا بتكلم بجد. واحنا قاعدين في دكان بقاله مش مالي ايده. استنى بقى ايوه ده النادي الاهلي يا كابتن شريف. ده دي الاحتراف بقى ده الاحتراف ايوه يا كابتن شريف ده النادي الاهلي.
ده النادي الاهلي بتكلم بجد. هل ينفع ان انا اقول للنادي الاهلي لا انا مش مكمل معاك عشان عندي عرض تاني قوي؟ فالنادي الاهلي قدم له كل اللي كان والمدرب بتاع بيراميدز اللي هم طالعين بيه حجه دلوقتي بيقول لك ان انا مش عايز احمد فتحي، ما كانش عارف ان في مفاوضات. يبقى ثواني بقى نخرج النادي الاهلي من القصه. لا استنى بس. لا استنى لا استنى لا استنى. لا ما تخرجش النادي الاهلي. لا اخرجه دلوقتي. لا اخرجه دلوقتي. لا عارف امتى ادخل النادي الاهلي تاني؟ ادخل النادي الاهلي تاني عند حل المشكله. خليه بس الاهلي دلوقتي مش طرف في الموضوع. لا طرف. لا مش طرف في الموضوع. لا طرف اصيل. لما يثبت ان هو طرف في الموضوع دي قصه من غير ما احنا يعني الشمس بتطلع من الشرق. خليني بس اجيب لك اثبات ان الشمس بتطلع. سؤال 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 دلوقتي الكابتن. انت معانا كابتن احمد؟ ها انا معاكم. يعني خليك كده معايا كده احسن نتحدث بقى حاجه دلوقتي. تعصبتولي. بص يا كابتن شريف لو كان احمد فتحي في القعده بتاعت الاحتراف التراضي اللي حصلت وتمت كان هيحصل حاجه؟ ناخدها نقطه نقطه. ناخدها نقطه نقطه. دلوقتي احمد لا فتحي. انا مش موافق. مش ليه؟ ثواني بس. انا عرض عليا الاهلي 200 مليون حلو، وبيراميدز عرض 5 مليون حلو. انا مش عايز اقعد في الاهلي، دي قصه تانيه. طب ما انا هوصل لك لحاجه. خلاص الاهلي قال له ايه يا سيدي؟ ربنا يوفقك وايه، روح اتعاقد مع اللي انت مش قالوش بيراميدز، روح في اي حته. ايه اللي حصل؟ ما تعاقدش. ليه؟ ما اعرفش. ده الاجابه المنطقيه. ايوه ما عشان ما اعرفش. طب يا عم جمهور بيشجع بظهره. لا 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 مش معاك الكلمه دي، مش معاك الكلمه دي. بعد اذنك. مش انا اللي قلتها. لا ايوه ماشي بس انا معاها، انا ضدها. ممكن تسمع معاك يا كابتن. طب نخلص كابتن احمد. طيب خلص عصبه لك كابتن احمد وسيب انا بقى الحمل عليا. انا 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 هاجي في طريق الاستاذ شريف وهقول له ان الاهلي بطريقه او باخرى ضغط على المستشار تركي الشيخ ومثلا. ده كل مره يا كابتن احمد مش طب الراجل ما هو بيجي في مش لا ده هو على فكره هيجي بعد كده ويقلب عليا ويقول لك اي كلام. مسلم. خلي الراجل يكمل كلامه. جاي معاك في طريقك اهوت وانا انا مسلم بافكارك. ماشي ماشي. لو النادي الاهلي النهارده هو السبب في تعطل او انهاء التعاقد مع بيراميدز مع احمد فتحي، ما كانش في تعاقد من الاساس حتى الان. حتى الان ولا 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 طيب. احمد فتحي اعلن ان هو راح ان هو تعاقد، ولا نادي بيراميدز اعلن ان هو تعاقد، لكن في كلام وفي كلام كان وصل لدرجه كبيره جدا من التفاوض. طب ما انا هقول لحضرتك على حاجه يا استاذ محمد. اتفضل. طب النهارده لو احمد فتحي لم يتم التعاقد مع بيراميدز وجه نادي الزمالك قال انا هتعاقد مع احمد فتحي، هل الكابتن محمود الخطيب هيروح لاداره الزمالك ويضغط عليهم ويقول لهم لا؟ لا مش 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 هيضغط على اداره الزمالك. طب ما هو اول للنادي الاهلي ان احمد فتحي يلعب في بيراميدز وما يلعبش في الزمالك. لا وبرضه احمد فتحي مش هيلعب في الزمالك لان تركي آل شيخ هيرضيه ويطلعه نادي في المريخ بره ويرجعه تاني على نادي طيب. جده ويرجعه تاني على يعني لفه كده بتتعمل كل مره يا استاذ احمد. انتوا زعلانين ليه؟ يعني يا ما تيجي تعملوا لعبه اعملوا يعني كل مره غيروا هي لازم تبقى خطط يا كابتن شريف. ده خطه على فكره محفوظه. يعني لازم تبقى خطط، ما شيء طبيعي يا كابتن شريف. خليك معايا كابتن احمد. معاك شريف. انا 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 لا انا احمد فتحي بتفاوض معاك انت كاداره نادي الاهلي. انت موافق ان انت اداره نادي الاهلي بتفاوض طبعا. طيب بتفاوض معاك كاداره نادي الاهلي ما وصلناش لاتفاق. انت قلت لي شوف طريقك ربنا يوفقك، وانا قلت لك اشكركم على السنين انت عملتها معاك. جميل. الف شكر يا استاذ محمد. بالظبط كده. لا اسمعني بس وهوريك بقى. اسمعني بس. انت طلعت من تحت طوعي. طب هوريك. لا ما مش ثواني بس. ما هو انا برضو النادي الاهلي نادي كبير. خليني بس اوصل لوجهه نظري. اوصل لوجهه نظري. النادي الاهلي نادي كبير صح؟ صح. انت قلت لي انا عايز انا جاي لعرض ب 25 مليون ولا مش عارف 45 مليون. والنادي الاهلي عرض 30 مليون في سنتين صح كده؟ 25 مليون في سنتين. 24 مليون. 11 و 23 مليون في السنتين صح كده؟ انا عرضت 23 مليون في السنتين. والكلام بتاع احمد فتحي قال لهم ان انا عندي بيراميدز عرض عليا 45 مليون في 3 سنين. ولكن برضو مليون ايه 16 مليون في السنه. 48 48 مليون. لكن حتى احمد فتحي لما طلع بتصريح ما ووكيل اعماله اللي كان في الفتره دي طلع بتصريح قال لك النقطه الفاصله كانت في الموضوع مش الفلوس، كان نسبه المشاركه بالنسبه لاحمد فتحي. الكلام ده مش الكلام ده حصل يا كابتن احمد؟ تمام معاك. اللي وقف التفاوض ما بين احمد فتحي والنادي الاهلي ما كانش المبلغ،
اللي وقف التفاوض ما بين احمد فتحي وما بين النادي الاهلي، وده على على لسان وكيله في مداخله في احدى البرامج، وعلى لسان احمد فتحي في بعض الحاجات، ان اللي وقف التفاوض نسبه مشاركته في المباريات، لان محمد هاني كان نسبه مشاركته الفتره اللي فاتت اقوى، وهو بيقول لك انا نفسي اشارك في كاس العالم اللي جاي، فعايز نسبه مشاركتي تكون اقوى، فعشان كده هروح بيراميدز عشان اكون لعيب اساسي والعب بشكل مستمر واضمن الاشتراك مع المنتخب ان كان في افريقيا ولا في كاس العالم. هو ده اللغز اللي اكثر الناس مش قادره تدركه على فكره. ده اللي وقف التفاوض مش فلوس. طيب جميل. فالنادي الاهلي قال له ايه؟ قال له انا ما اضمنش دي، انا اضمن اللي يضمن دي المدير الفني حسب الخطه بتاعته. طيب. فمن هنا احمد فتحي قال لهم لا شكرا، طب انا جاي لعرض تاني في بيراميدز. وسابهم ومشي. لحد هنا في مشاكل في التفاوض؟ لا لا. حلو. احمد فتحي جه يروح بيراميدز ايا كان بقى سين او صاد. لا مش أي او خليني بقى خليني اخدها واحده واحده، خليني اخدها خليك معايا بوجهه نظر. ايا كان سين او صاد او عين، وقف الصفقه، اخرج النادي الاهلي بره الموضوع دلوقتي. خليني بس اكمل، خليني اكمل. طيب تمام. اخرج النادي الاهلي بره الموضوع لان الموضوع خلص مع النادي الاهلي، حتى لو النادي الاهلي هو من له يد في ايقاف الصفقه. هروح لنقطه صغيره. انت يا كابتن احمد فتحي كنت بدل ما اديت 48 ساعه اديت لنفسك 15 يوم، وشوف انت هتجيب عقد ولا مش هتجيب عقد، ولا هتروح بيراميدز ولا تروح الزمالك ولا تروح اي فرقه، تضمن فيها العائد المادي وتضمن فيها نسبه المشاركه في الفرقه علشان تلعب منتخب. ولو ما لقيتش ده خليك في النادي الاهلي، ولا خسرت عملت بلبله، ولا خسرت الجماهير، ولا حد وقف في طريقك، ولا حد عمل، ولا حد سوى، ولا كان ساعتها هيعرف النادي الاهلي ان هو هيروح يلعب في بيراميدز ولا هيروح في اي فريق تاني، ولا النادي الاهلي هيوقف له، ولا سياده المستشار ترجع للشيخ هيوقف له، ولا الكلام ده كله. كلامي في حاجه غلط؟ لا طبعا. لا انا بسال كابتن شريف يا كابتن احمد. ده تحليل منطقي، ده تحليل منطقي. كلامي في حاجه غلط؟ لكن الخطا الوحيد على احمد فتحي ان تعامل مع النادي الاهلي. انا بتكلم بقى، هو طبعا في موقف لا يحسد عليه بعيدا ان هو على لعيب كبير. لا لا خليني بس. لا لا طب انت مسكت خليني لا مش موقف لا يحسد عليه. لا في موقف لا يحسد عليه والله. لا يحسد عليه كان الله في عونه. لا النادي الاهلي يا استاذ محمد بعد اذن حضرتك احمد فتحي لا يساوم من نجومه الكبار. يعني كان الكابتن احمد فتحي ده كان احد الاعضاء الفريق اللي هو الجيل الذهبي للنادي الاهلي. صح. قعد 12 سنه في النادي الاهلي. جاي لكم منين يا كابتن احمد؟ الاسماعيلي. جاي لنا من النادي الاسماعيلي. طيب احمد فتحي مش موقف لا يحسد عليه. امال احمد فتحي ايه؟ احمد فتحي لان سياده المستشار مرتضى منصور يعني ايه محترم زياده عن اللزوم. تمام تمام. يقدر يدخل على الخط دلوقتي مع احمد فتحي، ولو عايز احمد فتحي هياخده. مش هقول بقى الالفاظ الكبيره. جماهير الزمالك مش راضيه. لا جماهير الزمالك مش راضيه. لا راضي. انا بعيدا عن سياده المستشار مش راضي. نرجع للتاريخ شويه يا استاذ شريف بعد اذنك. اتفضل. انت لما بتيجي تاخد لعيب من النادي الاهلي انت بتاخد لعيب مشطب. يعني انت بتاخد. لا 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 مش هقول مشطب، اسمعني بس يا كابتن احمد. مش هقول مشطب يا سيدي. مشطب ماشي. وبعدين العكس مع النادي الاهلي. الاهلي واحنا قلناها الاول الحلقه احنا قلناها كده بس احنا ما قلناش مشطب، قلنا بياخد لعيب كبير. لا قلنا الزمالك بياخد من الاهلي اللعيبه اللي اتكسرت عنده لا تصلح ان هي تلعب. طب دي عيب اداره عندك بقى. مش عيب اداره. لا 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 لا, لا, لا. يا كابتن احمد هي الموضوع مش عيب اداره ولا حاجه خالص. الفكره ان النادي الاهلي عنده منظومه من زمان اللي بيعوزه الاداره الفنيه للنادي. يعني كان مدير يعني خلينا اكمل. طيب لا مش هخليك تكمل. هو عنده منظومه اللعيب ده محتاجه اللعيب ده مش محتاجه وخلاص شكرا. يعني حتى لو كان مين انا بمشي بلجنه الكره والمدير الفني. انا افتكر وقع ثواني بس يا كابتن احمد بس عشان احسن كابتن شريف. النادي الاهلي بيجي يقول لك المدير الفني يقول لك اللعيب ده انا محتاجه معايا. النادي الاهلي بيحاول يتعاقد معاه. اللي بيجي يقول لك اللعيب ده بيقول لك اللعيب ده صالح جمعه. بيقول لك اللعيب ده هرد على صالح جمعه. لا ترد الاول وبعد كده تقول عشان طب مش اكمل. لا ما الكلام اللي هتقوله مش مشكله. انت عصبته لي يا كابتن احمد. كان كيوت وهادي كده. رد عليه في موضوع صالح جمعه. صالح جمعه هو اللي لعيب مش عارف قيمه الفرصه اللي معاه. يا سيدي ماشي. والاهلي نادي مبادئ. محدش يختلف على ده. ماشي. طيب مش عايز يسيبه ليه؟ مين اللي مش عايز يسيبه؟ الاهلي. لانها لازم لا اما يلتزم لا اما هيمشي الموسم ده. ايوه المدير الفني عايزه على فكره. ثواني صالح جمعه من ساعه ما جه الاهلي لعب كام ماتش؟ مش كتير.
ما اعرفش كم ماتش بس مش كتير، حوالي 15 ماتش تقريبا. لا 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 12 ماتش. لا 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 ماشي، ما 12 من 15 مش كتير. ماشي، ولاعيب مؤثر جدا، ولاعيب لو رجع لمستواه يفرق مع الاهلي جدا. ما هو ده النادي الاهلي بقى يا جماعه اللي احنا بنتكلم فيه. طيب، في سياسه وفي مبادئ بالنسبه للاعب. اللاعب هي دي، هي دي مصر يا عابله. لا يا استاذ شريف، احنا كابتن احمد خلينا في موضوع الحلقه. كابتن احمد انت عصبته لك. كابتن احمد معلش يا كابتن. طيب موضوع الحلقه الاحتراف. او ايه تاني؟ الانتماء. الانتماء، الانتماء. احنا النهارده في الظروف اللي احنا فيها وبعد تطبيق سياسه الاحتراف يا استاذ محمد، انا من وجهه نظري اللاعب النهارده بيدور على الماده. ما عادش، مش هنرجع تاني. كان زمان في السبعينات والثمانينات كان عشان لاعب ينتقل من نادي النادي كانت بتبقى حديث الشارع زي ما بيقول. صح. اما النهارده في الوقت ده الماده بتغلب على اللاعب المصري. هو اللي بيدفع اكتر انا بروح العب له وبمضي معاه. طيب، ده مبدأ. حتى الاحتراف ان لعيب من الزمالك يجي الاهلي او لعيب من الاهلي يجي الزمالك، ودي شفناها كتير في الايام الاخيره. انا بتكلم بكلمك انت. ايوه احنا شفناها كتير في الايام الاخيره. انت 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 رايك ايه؟ انا رايي، تقصد انا رايي؟ لا احنا لازم، انا رايي ان احنا نطور نفسنا ونبقى مع الاحتراف. انت حاليا ايه؟ لا انت عارف انتمائي طبعا. ما ترجعليش معاك. لا ولا مش عايز تجاوب؟ مفيش مشكله يا كابتن احمد ان اي لاعب من الزمالك يروح الاهلي، او اي لاعب من الزمالك يروح الاهلي والعكس. لا والعكس، هو قال لك العكس. لا 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 هيروح. عارف كابتن شريف هيرد يقول لك ايه؟ رد دبلوماسي. ده نجوم النادي الاهلي حسام حسن، ابراهيم حسن، طاهر ابو محمد عبد الجليل، زكريا ناصر. يا سلام، دول راحوا نادي الزمالك وكانوا نجوم النادي الاهلي. طيب لعب كم ماتش زكريا ناصر يا كابتن؟ ما هو انتوا اللي مشيتوه بقى، نعمل ايه؟ ايمن شوقي لعب كم ماتش؟ ايمن شوقي لعب ماتشين، ومحمد عبد الجليل لعب ماتشين. لا محمد عبد الجليل لعب ماتش. لعب ماتش وانتوا خرجتوه في الدقيقه 30 من الشوط الاول. ايوه، رغم ان كان احسن لاعب في الزمالك في الوقت ده. والراجل خرج من بعدها لم يعود. الصفقه الوحيده اللي راحوا غصب عن عينيهم، مش يعني مجبرين. اللي راحوا الزمالك من الاهلي بتعاقد مباشر او بمفاوضات مباشره. طيب. وبعد ما الاهلي قال لهم انا مش عايزكم، كان حسام وابراهيم. ده الاهلي اللي قال الاول انا مش عايز. ايوه ده حقيقي، ده حقيقي. لكن غير كده من 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 زمان قوي هتلاقي اللاعب يتكسر، يبقى لا رجاء من شفائه، والزمالك بياخده ويخليه نجم. الزمالك بياخده بيخليه نجم. ما شاء الله. يعني انا شايف انت بتحب نادي الزمالك قوي يا استاذ شريف، بس عندك مشكله واحده اسمح لي ان انا اقولها، ان انت دايما حاطط النادي الاهلي في حته كده مش عاجبك اي قرار بياخده. لا ده غصب عن عناية، لازم يعجبني يا استاذ. لا 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 لا، ده رد دبلوماسي. بس الرد اللي غير كده رد دبلوماسي. انت تنكر يا استاذ شريف على الهوا دلوقتي، تنكر دلوقتي على الهوا ان انت قلت لي النادي الاهلي بطل الدوري وبطل افريقيا؟ طب وده حصل ولا ما حصلش؟ ما انا بقول لحضرتك اهو بفكرك. ليه قلت كده؟ لاسباب كتير يا استاذ احمد. لا يعني ما مش وقتها، مش وقتها. ده اسباب وقتها. يعني هو اسباب فنيه لا 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 ما فيهاش فني خالص. امال ايه؟ لا 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 ما فيهاش فني خالص خالص خالص. اسباب اتحادويه افريقيه. لا مؤامره كونيه. هنرجع تاني للمؤامره. تعالى ليك يا كابتن احمد، وان شاء الله باذن الله تنورنا بكره في نفس الميعاد. حلقه موفقه وترجع كده بالبرنامج تاني واضافه قويه للقناه. تحياتي لحضرتك والاستاذ شريف ومنورين الدنيا بجد. ربنا يخليك، ربنا يخليك. طيب مش عايزين مداخلات تاني بقى عشان نلخص الموضوع. طيب نلخص من وجهه نظرك. الاحتراف او الانتماء، ايهما افضل؟ ورساله للعيبه ايا كان ان انت مع الاحتراف او مع الانتماء، ده شيء انت انا عايزه منك. ورساله للعيبه اللي بتفكر في الانتماء واللي بتفكر في الاحتراف. انا عجبني جدا مداخله قال لك الانتماء لابناء النادي. تمام. بمعنى يعني واحد مثلا زي يوسف اوباما، زي حازم امام، زي عمر جابر، دول يعطوا زي شيكابالا،
تمام. دول ولاد النادي اللي يتحزبوا لو راح نادي تاني ممكن الأهل. الجمهور يزعل منه يروح اي نادي تاني غير النادي ممكن ما انا بقول لك ممكن. لكن بقيه اللعيبه اللي هو مش هقول فرط في فرقته لا طبعا عرض وطلب وهو يعني لاعب لازم الزمالك شاف فيه او الاهلي شاف فيه ان هو امكانياته عاليه ف وخصوصا ان هو مش من ناشئين الزمالك او من ابن من ابناء نادي الزمالك فما فيش مانع ان هو زي ما اتنقل من النادي اللي كان قبل ما يروح الاهلي او الزمالك ما فيش مانع ان هو ممكن يامن مستقبله بعد ما عمل زي ما مشاهد قال بيدور على النجوميه الاول وبعد كده الجماهيريه الاثنين اتحققوا معاه فما فيش مانع ان هو ايه يامن مستقبله تمام. وبعد كده برضو يعني حتى الشغل الاداري او شغل التدريب في الاهلي او الزمالك مش الدخول الناس ما يعني متصوراها واو لا ده يعني مرتبات عاديه الا ما يكون بقى في الجهاز الفني الاول او يعني مساعد مدرب او حاجه زي كده في الفريق الاول لكن المدربين الناشئين مرتبات عاديه ممكن يكون بيراميدز بيدي احسن من الاهلي والزمالك ممكن الانبي والمقاولين العرب بيدوا احسن الانبي كان كويس الانبي كان كويس فبرضو معرفش برضو يعني لو احنا بقى اسقطناها على احمد فتحي لو احمد فتحي كان الاهلي عرض عليه 23 مليون وبيراميدز عرض عليه 45 مليون او 48 مليون ضعف الرقم يبقى من حقه ان هو يروح بيراميدز حقه طبعا ما انا بقول لك والفرق ده الفرق لو قاعد يشتغل في الاهلي والزمالك طول العمر على شايفين. فكره حقه جدا ولكن كان قبل ما ينهي التعاقد مع الاهلي او ينهي يا سيدي ثواني احمد فتحي سبب عدم لعبه البيراميدز في الانتقالات الصيفيه الجايه تم بفعل فاعل جميل انا معاك يا عم ومصدقك ما يقدرش يمضي يا استاذ محمد ما يقدرش يمضي يوقع على عقود ويروح تتوثق في اتحاد الكره اللي قافل اليوم ما يوثقهاش طيب بس يمضي ما مضى اتفق بس ما مضاش طيب وانهي نادي في مصر بيرجع في اتفاقياته بالشكل ده حصل يعني ثواني بس اقول لك على حاجه ثواني بس اقول لك على حاجه لا اسمعني معلش في الكلمه مع احترامي قمه الاحترام للاعب احمد توفيق احمد فتحي ولا احمد توفيق لا احمد فتحي بس يبقى نادي بيراميدز يوافق على احمد توفيق ما ليها حسابات ثانيه برضو ليها حسابات تانية ليها تدخلات تانية مش حسابات تانية خليني ما انا جاي لك وفي التدخلات انا معاك دلوقتي في تدخلات تمت قفلت الصفقة جميل والتويتين اللي نزلوا والحاجات دي كلها اثبتت الموضوع او البوستين اللي نزلوا تمام كده بس انا كلاعب كبير فاضل لي سنتين في الملاعب خبرتي كبيرة جدا في التعاقدات والكلام ده كله ما انا كنت خلصت الدنيا بدري وبعد كده اقول للاهلي شكرا يعني هبلغ الاهلي ان انا سيبوني افكر طب مش هنقول لبيراميدز ما مضاش عقود عبد الله السعيد بعد ما مضى للزمالك ماشي بس مضى للزمالك وفضل مطول مع لا ما طولش ده خطفوه من ما هو طالع من النادي خطفوه دخلوه النادي لا ما كان ما بلغش اداره النادي الاهلي ان هو مش مكمل لا بلغ ده حد اخر يوم قسما بالله بلغ ما كان ساعتها مش استاذ عبد الحفيظ كانت لو كان مبلغهم ان هو مش هيكمل ما كانوش اكتشفوا بالعقد والكلام ده كله لا اللي اكتشف بالعقد اللجنه الخماسيه السداسيه اللي كانت ايوه بس هو قال لهم انا مكمل احمد فتحي اللي اكتشفوا عقده ممضي جوه نادي الزمالك لا ما عنديش معلومه لده لا خليني نوصل لرساله انا احنا عاملين الحلقه دي كلها عشان رساله نصيحه للي بيشوفونا وللعيبه وللكلام ده كله ولا مش عايز اقول لهم نصيحه انت اللي هتقول ولا انا اللي هقول انت انا هقول نصيحه برضه في الاخر لا نصيحه انا بقول زي ما قلت من شويه ان اللاعب ابن النادي اللي تربى في جدران النادي ده يعني يا ريت يبقى عنده حته الانتماء عاليه شويه اللاعب اللي جاي من بره برضه ابن النادي يعني واحد زي طارق حامد نعتبره ابن النادي بس ما احمد فتحي احنا كده بقى نعتبره ابن النادي أنا لا تقربوا الصلاه ماشي برضه بقول لو طارق حامد شايف مستقبله في مكان تاني بتقدير مادي تاني يبقى برضو مع تمسكنا الشديد وحبنا الشديد ليه
بس برضو يعني مش هلوم عليه قوي، برضو هزعل منه بس يعني مش نفس الزعل اللي هزعله من مين؟ من حازم امام. فهمت. من شيكابالا لو راح الاهلي هتزعل منه جامد. اه ايقونه ايقونه. عايز تقول اي حاجه ثانيه؟ لا الله يحفظك. تطلع مع يوم الثلاث ان شاء الله، الثلاث الساعه 11 باذن الله. يوم الثلاث الساعه 11 اللي جاي نفس الحلقه انا والكابتن شريف، وان شاء الله مش عارفين هنتعصب على ايه المره الجايه ولا نعمل ايه. نختار ايه طب المره الجايه؟ نختار يمكن ان شاء الله باذن الله نكون اتضحت الرؤيه في عوده المسابقات الرياضيه ولا عدم عودتها ولا ايه اللي هيتم بالظبط. طيب كابتن شريف هيزامل ممكن اللجنه المؤقته تقرر الاهلي فاز بالدوري ونتكلم. والله هنشوف في انجلترا هيحصل ايه. لا احنا ما هو دليل، ما هو عادي، ما هو انجلترا تقريبا مشابهه بس طبعا عدد المباريات اقل يعني. نورتنا كابتن شريف. الله يحفظك. والله سعيد بيك. الله يخليك. استنونا يوم الثلاث الساعه 11 برنامج بكل روح رياضيه، أنا والكابتن شريف بنفس الموضوع. بس خلينا أقول رسالة سريعا في أقل من دقيقتين للي بيحصل النهاردة. احنا عملنا الحلقة دي النهاردة علشان نبين إن احنا منقسمين لثلاث فئات أو ثلاث فئات. فئة بتقول لك لأ الانتماء فقط، أنت لبست تيشيرت حتى لو أنت جاي من نادي تاني أو ابن النادي مش فارق معايا، أنت إن كنت زملكاوي طالما لبست تيشيرت نادي الزمالك أنت زملكاوي وستظل زملكاوي، ولو قلعت التيشيرت ده ورحت أي فريق تاني خصوصا لو فريق النادي الأهلي انت بقيت بالنسبه لي يقيم عليك الحد. نقيم عليه الحد. والعكس صحيح، لو هو راح النادي الاهلي ولبس تيشيرت النادي الاهلي، لو راح اي فريق تاني وخصوصا نادي الزمالك نفس الموضوع، بقى مكروه وبقى. دي فئه. فئه تانيه بتقول لك لا انت طالما مش من ناشئين النادي ومش من ابن من ابناء النادي من حقك ان انت تحترف في اي مكان تاني، وده احتراف وملهاش علاقه الانتماء، والانتماء بالنسبه لي انا فقط ابنائي بس اللي انا دربتهم في الناشئين او طلعوا معايا او ما لعبوش في اي نادي تاني منافس. فئه ثالثه بتقول لك لا ده احتراف ما عنديش ادنى مشكله يروح اي نادي هو عايزه، ولكن ما يروحش النادي المنافس. في فئه رابعه، هم كده اربع فئات، تقول لك لا ده احتراف يحترف في اي مكان ويروح زمالك بقى يروح اهلي، من الزمالك يروح الاهلي، من الاهلي يروح الزمالك، يروح اي فرقه مش فارق معنا الموضوع. جميل، لولا اختلاف الاذواق لبارت السلع. طيب قبل ما جميع الفئات انا بحلل لهم الاتي، انا مع الانتماء على فكره، انا بحب الانتماء جدا، او بحب الشخص اللي بينتمي لشيء يفضل منتمي ليه طول حياته طول عمره طالما هو قادر يؤدي فيه وقادر يدي فيه، واذا ما كانش هيدي فيه يدي فيه بمجهود او بعرق يدي فيه بفكر وبحاجات كتير. انا مع الجماهير هنا بقول لهم ما تبصوش الموضوع ما بين تيشيرت وتيشيرت ولون تيشيرت، او ما تبصوش الموضوع لفلوس. عندنا اتنين امثله حيه، عندنا احمد فتحي وعندنا حسام عاشور. حسام عاشور قال بكل صراحه انا ما عنديش مشكله اختم تاريخي في النادي الاهلي، بس انا بمر بازمه ماليه 1 2 3، يا ريت تقرموني او يا ريت تدوني مبلغ 20 مليون او ادوني عقد سنتين بحيث ان انا عليا اقساط وعليا ديون وعليا بعض المشاكل الماليه، وانتوا فاجئتوني بموضوع عدم التجديد او بعدم ان هم مش محتاجيني فحلولي. انا شايف قعدته مع الكابتن محمود الخطيب هتحل الموضوع ده، بص للموضوع من قدام. ولكن لو النادي الاهلي نعتبر النادي الاهلي ما حلوش المشكله هيبطل كوره، ما ينفعش، من الراجل محتاج ماديات، فبالتالي ننظر ان في امور ماليه ممكن تكون ضغط على اللاعب، ممكن تكون امور زي كابتن احمد فتحي بيقول لك انا عايز العب عشان اضمن، عايز افضل في الملاعب عشان اضمن استمراريه في المنتخب، ممكن تكون هو شايف ان هو يؤدي وده حقه ان هو يؤدي، بس ظروف الفرقه او ظروف التدريب في النادي مش سامحه، فهو عايز يلعب وده حقه. ولكن ما نبقاش احنا كجماهير بنحكم على اللاعب وما نعرفش الظروف الجمعيه. انا مع الانتماء جدا 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 مع الانتماء، ولكن لما تحس ان لاعب ابن من ابناء النادي او من خارج ابناء النادي خلاص عايز يكمل طريقه، اكيد في ظروف اقوى، لانه عمره ما هيكون عنده انتماء اكتر منك انت كجمهور، عمره ما هيكون انت عنده انتماء، يعني انا اسف في الجمله، انا كجمهور عمري ما هيبقى عندي انتماء اكتر من لاعب لبس التيشيرت كسب من الفرقه، لعب شال بطولات، لبس ميداليات، راح بقى نجم ومحسوب على النادي ده، فمتهيألي عنده
انتماء غير طبيعي للتيشيرت اللي لابسه مش هيخليه يغيره الا اذا كانت في ظروف، ان كانت ماديه او ان كانت لاشياء اخرى. فريت ما نحكمش بالحكم القاسي احنا كجماهير على لعيب ما بين ان كان بيلعب ما بين النادي الاهلي او بيلعب ما بين نادي الزمالك، لان مع الاوقات والادله قبل كده كانت سابقه، ان كانت حسام ابراهيم عرفنا ان كانوا النادي الاهلي اللي استغنى عنهم، ان كان رضا عبد العال عرفنا ان نادي الزمالك هو اللي استغنى عنه، فبالتالي بنرجع بعد كده نقول اه هو اللاعب كان عنده حق. اتمنى تكون السهر النهارده اسعدناكم وقدرنا ان احنا نوصل لكم الرساله. سعيد جدا بيك يا كابتن شريف، تحياتي ليك. تحياتي ليك. يوم الثلاثاء الساعه 11 نطلع. الى اللقاء.